اللي هو الموضوع الخاص بالأنفيل. افتح صفحة واحد على الزوم. عندك الرسمة اللي في صفحة واحد دي مهمة جدا لحد ما انت بتفهمنا الدنيا هتمشي ازاي. احنا بنقول ان العيان بيبتدي يشتكي من مارك فيلر لما يبتدي القلب ما يقدرش يطلع انف ارض الحدود كافيه لها كولابل ومحاطي الفيتال اورجن. اذا شايفين نبتدي كده نبص على الرسمه زي ما انتم شايفين. القصه بتبدا ان القلب الكونتراكتيلي بتاعه بيبتدي طبعا بقى الكونتراكتيلي قال ايه؟ ممكن تكون قلب نتيجه انفكشن، ممكن تكون قلب نتيجه روماتيك فيفر، نتيجه روما، نتيجه مايوكارديتس، نتيجه اي حاجه قبل السكين. لأن الكونتراكتيلي بتاعته بقت اضعف من الاول. ده بينعكس على ان الكارديك الضغط اللي طالع من القلب بيكون قليل. كنت بقول لكم شويه كده اثناء الشهر من اول ما الكارديك الضغط بيقل في لمبتين بينور. اللمبه الاولى اللي هي لمبه الرينين انجيوتنسين اندوسيون سيستم. لان حضرتك طالما الكارديك الضغط قال كله عدول نفسي نفسي بقى. كله عيني عشان يحافظ على كميه الدم اللي وصلاله بيطري. وكمان حضرتك هتلاحظ ان السيمباثيك سيستم كمان عايزين. فاعتقد ان حضرتك في لمبتين بينوروا لان خلاص القلب بيقع. لو السفينه اللي انت كنت راكب فيها سبب عضلات غيرك. سيمباثيك لما بيقع زي ما انتم شايفين، قصدي سيمباثيك لما بيزيد ده بيؤدي الى زياده في افراز الكاتيكولامين على الانصار طبعا النور ايه هنا؟ زياده النور البنفرين دي هتعمل حاجتين، هتعمل رقم واحد زياده في الهارت ريت. رقم اثنين بتعمل لك بازو كونستريكشن، يعني هترفع لك من الريزيستنس للقلب بيضخ اجينست ليها الدم. يعني هتزود لك الافضل دول. مش بس كده، اعتقد الرينين زود الالوستيرون والالوستيرون زود الانجيوتنسين. الانجيوتنسين الصوت يا جماعه لو سمحت لما هيزيد الانجيوتنسين عندنا ماده اسمها انجيوتنسين 2 دي كمان هتتسبب في بازو بينا كونستريكشن. يعني هتزود الافكار دول للمره الثانيه. وكمان زياده ماده الالوستيرون احنا كنا جبنا سيرتها زمان هتعمل لك صوت ايه سمعون هات صوت ريتنشن. وده هيزود لك الفينس ايه؟ الفينس ريتير. وده ممكن يزود لحضرتك البري ها بري. ده خبر ابيض، يعني انت كده رجعت في خيالك. قول تاني. القصه بتبدا ان القلب تعبان. تعبان بقى ازاي؟ الله اعلم. حتى مع السن ممكن القلب يبتدي يتعب مع السن. تعب القلب ده بيخلي كميه الكارديو كارديو اللي طالعه منه تقل. بيخلي فيه لمبتين ينوروا لمبه السيمباثيك بتفتح ولمبه الرينين انجيوتنسين الوستيرون سيستم بتفتح. سيمباثيك يعني بنفرن ونقط بنفرن. هتجد ضربات قلبك بتزيد وهتجد ان في بازو كونستريكشن في الاوعيه اللي بعد القلب. حضرتك هيبقى عندك كده في بازو هنا ايه سمعونها كونستريكشن. يبقى انت كده بتزود الريزيستنس للدم اللي بيتضخ اجينست ايه. في نفس الوقت عندك كمان بيطلع انجيوتنسين هتشوفه دلوقتي بيطلع البوستيرون. انجيوتنسين هيزيد من المشكله وهيزود كمان الكونستريكشن في الارضي. كمان البوستيرون انتوا عارفين هيزود كميه الدم اللي راجعه لك لان هو بيحبس ملح. انتوا عارفين بيحب الملح والملكه بتحب الميه فده هيزود البينس. اذا القلب اللي انت شايفه ده القلب ده عمال يخدمك بقاله يمكن 20 سنه. طبعا لو تبص عليه هتلاقيه في منتهى الحزن ليه؟ ما تعرفش حاسس ليه كده بالنداله؟ قلب بيخدمك بقاله عمر طويل وقع النهار تعب. المفروض الناس تريحه. المفروض الناس تروح تزوره في المستشفى وتجيب له بوكيه ورد وعلبه شوكولاته ولا حاجه. وفجاه كان الناس اللي هي جسمك نفسه بيحط عليه ايه؟ بيحط على كتفه الشمال رمل وبيحط على كتفه اليمين رمل. يعني كان عندك عامل بيخدمك بقاله 20 30 سنه والعامل ده دخل المستشفى المفروض تزوره وتجيب له هديه. لا انت بتقول له الف سلامه يا حاج وتحطه على كتفه الشمال رام وتحطه على كتفه اليمين رام. يعني انت كده بتخلص عليه.
وبالتالي جسمك هيقوم عليك. طيب ما تستغربش ان ايديك ورجليك هيشهدوا عليك يوم القيامه اذا كان السيستم نفسها تعمل في قلبك سمعوني بتغرقوا. القلب غرق غرق غلط. يعني ليه؟ عشان تفوق الندالة فيه. والعيان كده دخل في القصه مش عارف يطلع منها. اتفضل اتدخل وفك لي المشاكل. محتاجين نستخدم ادويه زي ايه؟ اتفضلوا قولوا لي محتاجين نستخدم ايه؟ عندك مشاكل دلوقتي. محتاجين نعمل ايه في الباسكو ريستريكشن؟ نعمل باسكو ايه؟ ريستريكشن. لما محتاج حاجه هنبتدي بقى نحط الادويه ونلاحظ. هنضطر ناخد ادويه تفك الافتر لوب. صح؟ لازم اخد نفسي، لازم القلب التعبان ده يضخ دم اجينست ريزيستنس قليل. رقم واحد هنبتدي نديك ادويه باسكو ايه اللي انتم سامعوها دايركت. تمام؟ عندك زيادة بريلود، يا ريت الناس تبقى فاهمة بقى إن المفروض تقلل. زيادة البريلود وعندك مية وبرد بيرجعوا كتير، يعني أنت محتاج حاجة زي شو دايركت ولا إيه؟ محتاجين دايوريتيك ويا سلام لو لوب. ومحتاجين كمان نايتريت ولا إيه؟ مش إحنا خدنا النايتريت بيعالج كونجست بارت فيلير. الحاجات دي كلها بتعمل البريلود سمعوني، الحاجات دي تعتبر باظو دايليتور ولا تعتبر فينو إيه سمعوني فينو دايليتور. ده شغلنا بقى إحنا عاملين نأسس فيه بقى أسبوع. صحيح؟ يلا يا جماعه. طيب عندك نور ريبريفرين كتير، فاكرين واحنا بناخد بيتا بلوكر؟ كنا بنقول البيتا بلوكر بنحبها في علاج الهارت فيلير عشان تحميني من زياده مين؟ منتظر دقيقه. ايوه هذا انا بقوله. ممكن يا جماعه ناخد قرار في موضوع نص ساعه تاخير اللي احنا بنبتدي كل مره ده. يعني لما نكون معاد الساعه 4 نبدا بالكثير 24. لما نقول يعني يبقى في تاخير عن المواعيد المحطوطه ان احنا بنقدر نعرف ان احنا نتجمع. وبعدين كنت عايز استشيركم في حاجه، مواعيد الحرب بدل ما الناس تدخل يعني. مواعيد الثلاثة، هل في إشكالية إن أنا أبدأ الساعة 2 الظهر؟ لا. حد وثلاثة، في إشكالية إن أنا أبدأ 2 الظهر بدل 4 أو 5؟ لما اللي عنده سكاشن ممكن يحضر 2 أو 4. يعني بفكروا عشان يحافظوا زي ما شفتوا اللي بيقعدوا في الكلية من الساعة 10 الصبح. في ناس بتبقى قاعدة مستنية من الساعة 10. هل لو شربتنا ساعتين بدري؟ نعم. شباب ايه؟ 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 يعني بشوفوا كميه البوكسات اللي بيجي لي على مواعيد اربعه دي، في ناس متضرره كتير من مواعيد اربعه. الاثنين والاربعه مظبوط، لكن بقيه الحد والثلاث في مشكله عند بعض الناس. كلنا عندنا سكاشن دكتور، فانه ليش ما يكون موعدين اثنين وموعدين اربعه؟ يعني بالعدد. طيب خلص كلامنا بس ما ينفعش بره دلوقتي، نقول كده لغايه ما الناس تدخل. خلاص نرجع للهارد فيلد. يبقى نشوف القصه دي تاني. خلاص الناس جت. على الاقل نعمل حاجه مفيده، لو سمحت الميعاد تتاخر عن الميعاد المعلن على الفيس 10 دقايق. خلاص؟ يعني 4 نبدا 4:10. 4:30 نبدا 4:40 دقيقة، لو سمحت. بنقول تاني يا شباب، قلب تعبان، زعلان، عنده مشكلة في الكونتراكتيليتي أدت إلى خلاص بقى أنا بدأت. أدت إلى نقص كارديك ردود، نقص الكارديك ردود ده أدى إلى هل لقب السيماساتيك تنور وغير الانجيوتنس اندوسيوم سيستم تنور. السيماساتيك اللي زاد ادى الى زياده هارت ريت وادى الى فازو كونستريكشن، والرين اللي زاد ادى الى فازو كونستريكشن وزياده السولت اند ووتر ريتنشن والفينس ريتن. فدي دلوقتي نحط يعني نحط كده مشاكل نحاول نحلها. عندي فينس ريتن كتير صح؟ كنت بستخدم ايه الفينس ريتيرن كتير؟ قول بقى استخدم فينو دايليتور او دايوريتيك، وطبعا على راس الدايوريتيك اللي بتريحني من البالمونري القديمه هو اللون. عندي الدوستيرون كتير، فاكرين حضراتكم الوحيد اللي كان يقدر يقف قدام الدوستيرون اسمه ايرونيك؟ خاصة لما نعرف ان الدوستيرون مش
بس بيقل قلبه على الكيدني. قلت لكم قبل كده نادوسيوم بيعمل ايه في قلبك؟ هيعمل لك فايبروزس في القلب ويعمل لك مورتاليتي بقى. عندك انجيوتنسين 2 زياده، يبقى حضرتك محتاج ادويه النهارده هتستخدم تسمى ايس انهيبيتور. الايس انهيبيتور دي الموضوع الاساسي بتاع النهارده، هي الادويه اللي بتمنع تصنيع هذه الماده. عندك نون ايبينفرين مضايقك، يبقى انت محتاج تستخدم حاجه زي البيتا بلوكر. بظن احنا قلنا البيتا بلوكر ما قداميش غير الميتو والبيس والكارفيدالوري اللي بيعالجوا مرضى الهارت. في كده ولا كنا نقول بيعالجوا مريض الكرونيك هارت فيجر لما يكون متظبط. طب عندك نقص كونتراكتيليتي، يبقى حضرتك استخدم لي بوست فينوتروبين، يعني حاول تزود لي الفورس اوف كونتراكشن. وعندنا في البوست فينوتروبين على حسب، لو العين موجود في المستشفى يعني لو الحاله اكيوت بستخدم ادويه، ولو العين عايش في البيت بستخدم ادويه. صح؟ هي دي ادويه الهارت فيجر اللي هناخدها النهارده وبكره ان شاء الله. انت عندك 18 ورقة هنبتدي ندرس فيهم حاجات اوريدي درسناها قبل كده فهعدولها سريعا. في حاجات هتبقى جديدة بالنسبة لنا خالص أول مرة ندرسها فهعدولها بس بالتفصيل. فضلوا قولوا لي إيه الأدوية المستخدمة وقولوا لي الفلسفة بتاعت الاستخدام. كونتراكتيليتي القليلة، اصحوا بقى معايا، الكونتراكتيليتي القليلة زودها بإيه؟ بوست فينوتروبيك. لو أنا جاي المستشفى بعلق له دوبامين أو دوبيتامين، فاكرين المعلومات بتاعت زمان؟ انا عايش في البيت بديله دواء اسمه ديجوكسين، يبقى ديجوكسين ده دواء جديد بالنسبه لي. دوبامين ودوبيتامين خدناهم قبل كده. طب انزل تحت، لو عندك زياده الدوستيرون كنت بوقفه بسبارون لاكتون وانت درسته بالتفصيل قبل كده. لو عندك انجيوتنسين 2 بقفله بايس انهيبيتور، ده دواء جديد هندرسه بالتفصيل ان شاء الله. لو عندك نور ابنفرين مضايقك اديني بيتا بلوكر وانت درسه بالتفصيل قبل كده. لو عندك حاجه اسمها زياده بري لود، الدوايين خدناهم، الادويه اللي بتشيل البريلود مين ومين، خدنا الدايوريتك وخدنا النايتريت لكن ما خدناش البازو دايليتور، خدنا حاجات سريعه. يبقى اكشوالي هم ادويه كتير، بس حضرتك هتركز في شغلك النهارده على الايس انهيبيتور، على الادويه اللي بتتاكل في البيت اللي هو مين يا فندم سامعوني اللي هو الديجيتاليز، على البازو ايه سامعوني، على البازو دايليتور. يبقى هون على نفسك ال 18 صفحه دول ممكن يبقوا 11 بس. في سبع صفحات ممكن يضيعوا لمجرد ان احنا عايزين كلام تم ذكره سواء في الكيدني ردوا عليه او في الانجينا. مين اللي ذكرناه قبل كده؟ ذكرنا البيتا بلوكر هنتكلم عنها سريعا. ذكرنا الدايوريتك بالتفصيل الممل والنايتريت دورها ايه؟ ذكرنا السبارولاكتون بالتفصيل الممل مفروض يعني. ذكرنا الدوبامين وايه نرد عليه والدوبيتامين اللي باخدهم في الرعايه المركزه بس، والبيتا بلوكر اتكلمنا. نقرا بقى الكونسيبت بتاعنا في حاجه. يبقى لازم تبقى عارف مريض الهارت فيجر وهو ماشي كده في لمبتين منورين جواه ايه وايه؟ سيماتيك عالي ورينين عالي، اوعى تسيبهم. ليه؟ لان هم هيخلوا عمره يقل شويه بشويه. في خط عايزك تخلي بالك منه، هتجيب واحد باله من الخط ده لسه مش هنتكلم كتير يعني. يا ريت تخلي بالك من الخط اللي في النص ده. هتجيب واحد باله. الخط ده كفيل انه يموتك. حد يقول لي ازاي؟ في ثلاث مواد ما شاء الله عليهم هم دول اللي بيخلصوا عليك. المواد دي الزايده دي بتعمل ايه؟ احنا خدنا منهم ماده بتبوظ القلب، فاكرين الالدوستيرون؟ الالدوستيرون ده بيعمل ايه في قلبك؟ الالدوستيرون كان بيعمل فايبروزس. ايه رايك لو انت عندك فايبروزس في القلب واحتجت تاخد اينوتروبيك، قلبك بقى كله حته دهنه كده، قلبك بقى كله حته شغته كده ودهنه لونه ابيض، ووديته لي المستشفى عشان اديله بوست فينوتروبيك، هل الدهنه هتستجيب؟ لا، يبقى ده هيخلص عليك. عشان كده وجود الالدوستيرون بيزود فرصه انك تموت 30%. يبقى وجود الاسبارونولاكتون بيقلل انك تموت بنسبه تصل الى 30%. ايه ده؟ حد يفكرني بالنور ابنفرين. فاكرين النور ابنفرين كان بيعمل ايه في الريسبتور بتاع قلبك؟ ردوا عليا، النور ابنفرين كان بيعمل ايه في الريسبتور اب ولا داون ريجوليشن؟ وبالتالي لما اجي اعلق لك دواء بيحفز القلب مش هلاقي ريسبتور. فكنا بنقول ان البيتا بلوكر بجرعه صغيره ممكن تقلل المورتاليتي. لان ده ممكن يخلي الريسبتور عندك مش موجود. صح؟ وكنا بنقول ان هو بيريسنسيتايز الريسبتور اللي حصلها داون ريجوليشن. امال ايه الفاليو ده بقى؟
يبقى حد يقول لي ليه الادوسيون بيزود المورتاليتي اسمع يعني بيزود الفايبروسس بيخلي قلبك تغير شكله هيعمل حاجه اسمها ريموديلنج بعد ما كان قلبي 80% عضلات و20% كونكتيف تيشو بقى 50-50 وممكن يبقى اكثر فمش هلاقي قلبي بعد كده هوديك المستشفى مش هتستجيب لو سبت لي نورمال بريتم عالي لا 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 ده هيخلي مفيش ريسبتور اما انا حافظ لك القلب ازاي فممكن تموت مني كل دول جوم والانجيوتنسين ده جوم عارفين الانجيوتنسين بيعمل ايه؟ الانجيوتنسين ده عامل زي الشيطان يقعد يوسوس في ودان القلب ويمسك مايوسايت مايوسايت يتكلم معاه يكلم المايوسايت يقول انت عايشه ليه؟ يقول له يعني انت عايشه ليه؟ يقول انت عايشه ليه؟ انت عايزه حاجه؟ ما تموت يقول له مش عايز اموت يقول لا اموت يمكن اما تموت تنبسط يعني تحل كده ممكن تشوف حياه افضل وكده ويقعد على المايوسايت لغايه ما يحصل لها ابوبتوزيس اسمها حاجه اسمها ابوبتوزيس يبتدي المايوسايت العبيطه تنتحر يفتح عليها الاوضه الصبح اللي هو شاب بتاع 50 قرص اسبرين والخلايا عماله تنتحر خليه ورا الثانيه ورا الثالثه الله الله فلما الخلايا تنتحر لوحدها كده مين ياخد الابر هاند في الفايروس ده؟ ايه العصابه اللي انت وقعت فيها ده؟ انت وقعت في عصابه وقعت في ثلاثة كل واحد فيهم ينفع رئيس عصابة مين ومين ومين؟ يردوا عليه هانجل بنسن وأردو ستيرو خلصوا عليه واحد بيجي على المايوسايت يموتها واحد بيجي على الفايبرس ليشن يزوده واحد بيجي على السيكتور بينحيه وبالتالي حضرتك طول ما انت فرحان بالهارت فيلير وطول ما انت بتتعالجش بالهارت فيلير اعرف انك كل يوم عمرك بيتبصر وكل يوم ممكن لو جات لي في مستشفى حاول اساعدك مش عارف اساعدك. فضلوا يقولوا لي ايه الثلاث ارقام او الثلاث مواد اللي بتؤدي الى زياده نسبه وفيات مرضى الكورونيك هارت فيلر. وكل واحد عايز اكتب الجريمه بتاعته، يعني المتهم رقم واحد الدوستيرون جريمته فايبروزس، صح؟ المتهم رقم اثنين انجيوتنسين 2 جريمته ابوبتوزس تؤدي الى تغير الفلسفه بتاعت قلبك خالص. القلب هيبقى فيه خلايا تنتحر بترمي نفسها ايه الهبل ده ثالث حاجه نور ابنفرين جريمته داون ريجوليشن كل واحد من دول لو انت قدرت تحط دواء يمنعهم هتوفر النموذج 30% صح لان كل واحد من دول مسؤول عن تلت اسباب الوفيات مش هما ثلاثه مين ومين ومين نور ابنفرين والالدوستيرون والانجيوتنس اذا حضرتك وانت بتعالج هارت فيلير عينك على الثلاث مركبات دول عينك على الخط الازرق اللي انت شايفه ده اللي هو خط الالدوستيرون معايا لا وخط مين سمعوني الانجيوتنسين وخط النور ايه لازم نعرف كده قبل ما نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نتكلم على الهارت فيلير ونشوف هنخش في العكه دي ازاي نحاول نساعد العيان على قد ما نقدر العلاج رقم واحد بنعتمد على 2 دي مريض الهارت فيلير اللي بيبقى جاي لي بنديله دي اند دي بس ده بدايته مفيش حاجه غير كده يعني ما بديش بالبيتا بلوكر ولا بيجيب حاجه ثاني سعادتك يستحب ان مريض الهارت فيلير ابتداء رقم واحد وده يردك انتوا عارفين الكلام ده كويس ويا سلام لو ده يردك ده لوب صح بس انت عارف اللوب لو طولت منه فاكرين معايا ولا لا اللوب لما تطول منه بيبتدي يهنج فكنت احط عليه سيازايد اهو يساعد شويه وممكن تحط كمان سبارون لاكتون عشان يظبطوا البوتاسيوم اللي بيوطى منهم ويزودوا من قوه بعض والالدوستيرون كمان يتلم بدل ما هو مبرطع كده وعامل لي قله ادب فاهمين؟ ده الدايوريتك مش انت جاي لي ما شاء الله القلب واقع عارف يعني ايه القلب واقع؟ يعني الدم بيخش جواه وما بيتضخش منه القلب احنا بنتكلم النهارده على الليفت دايما يعني ده مش عليكم الرايت احنا كل كلامنا على ان واحد عنده فشل في القلب نتيجه مشكله في الناحيه الشمال فالناحيه الشمال دي تتطلب ان الدم يخش فيها يخش رايت ويروح اللن وينزل ويتكون 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 لان الناحيه الشمال مش قادره تضخ في قلبك عمال يبقى كونجست وكمان قلبك مش بس كونجست قلبك بس ولا لا فاحنا دايما عشان تتعب ما تتعبش نفسك احنا عاده بنتكلم في الهارت فيلير على النوع اللي بنسميه سيستوليك هارت فيلير عارفين يعني ايه كلمه سيستوليك هارت فيلير يعني العيب عنده في الضخ مش في المادي
هتاخدوا النوع ده في البطن. في نوعين من هارت فيلر عليك انت كراجل في سنه ثالثه. الهارت فيلر نتيجه ان الليفت فينتريكل مش قادر يضخ الدم. في نوع تاني اسمه هارت فيلر الفينتريكل مش قادر يخزن الدم. دي حاجه تانية مش بتاعتكم السنه دي. فاحنا كل كلامنا على الهارت فيلر هنتكلم عن انهي نوع من انواع الهارت فيلر. السيستوليك يعني العيب بيبقى فين؟ في اللي بيضخ الدم. مين اللي بيضخ الدم؟ الليفت. فالليفت الدم هيخش فيه وما يكملش فيطلع اللنج. فانا عندي بالمونري قديمه زي ما انا وريتها لكم. والبالمونري القديمه دي هتخليها تنفس ببطء ولا بسرعه شديده؟ بسرعه شديده جدا. فلازم بسرعه انزل ميه كتير ولازم اعمل فينو اي سبعونيك دايلاتيشن. مين اللي بيديني الاثنين دول مع بعض؟ اللوب. يبقى رقم واحد لازم اللوب. صح؟ والله لو جاي لي الحاله مزمنه ادهولك اقراص. لو جاي لي الحاله اكيوت ردوا عليا ادهولك اقراص ولا ادهولك حقن؟ ادهولك حقن. ونشوف بعدين شويه. مع اللوب دايلاتيك لازم اديك دايلاتيك. ويا سلام لو حضرتك شاطر وتجيب لي كده دايلاتيك وشغاله شمال ويمين. يعني يعني يا ريت تشوف لي حاجه تبقى ميكسد. صحيح؟ تجيب لي حاجه ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ تشيل بري لود وتشيل افر لود. الراجل ده لازم تشيل اكياس اختش على دمك وتشيل اكياس الرمل على صدره. ده خدمك بقى له عمر طويل. فلازم العيان ده يبان از ماتش از بوسيبل انه نورمال. فلازم اشيل الاحمال اللي على قلب. في تقل على قلبي لازم اشيله. دول هيخلوك كومبنسيتد. لو انت قدرت تظبط جرعه الدايريت وترد عليا ها والدايريتك هتلاقي القلب ابتدى ياخد نفسه شويه. انت لسه ما خفتش. لكن احنا بنعمل دول كبدايه. نقرا مع بعض. مريض الهارت فيليا اللي هو الكرونيك هارت فيليا اللي هو عايش معانا في البيت. حضرتك بتبقى عينك مش بس على السيمتوم. رد عليا، عينك بس على السيمتوم ولا عينك على الثلاث مواد الخبيثه اللي ظهرت؟ خلي بال حضرتك انت ما تقعدش تجري ورا السيمتوم وناس الثلاث مركبات دول. مين الثلاث مركبات؟ الاندوستيرون والانجيوتنسين والنورابينفرين. لازم عينك على دول. لان طول ما العمر بيجري بالعيان انت في حاجه بتبوظ جوه قلبه وانت مش واخد بالك. فعينك على السيمتوم يبقى مرتاح في بيته وفي نفس الوقت لازم تكتف الثلاث مركبات دول. فيقول لك في كرونيك هارت فيلير خلي اهتمامك مش بس على السيمتوم. ردوا عليه. خلي اهتمامك على انك تحاول تحجم المركبات اللي لو طلعت بكميات كبيره هتساعد من فرصه الوفيات. نقرا مع بعض. فكاتب بالبلدي كده الجزء الاول بنحكي مع بعض بالعربي. خلي بالك لازم ابدا بلوب. صح؟ صح؟ ما عنديش غيره. هو الوحيد اللي بيضرب عصفورين بحجر. انا بعيد وزي فينو وفي نفس الوقت دايركت. وبعد شويه بتحط السيازايد. عارف ليه بعد شويه بتحط السيازايد؟ انت كان عندك سبب من اسباب الريفراكتورنس ان بعد شويه بيبتدي يفوت صوديوم من الايرلي مارتن دي سي دي. حط السيازايد. كمان ممكن اضيف الاسبارولاكتون. وهنا بفكرك ان الاسبارولاكتون مش مجرد دايوريتك ومش مجرد انه بيشتغل على كدني. ما تنساش الالدوستيرون ده قلت لكم لعين على مكانين، شغال على قلبك وشغال على كليتك. خلي بالك الالدوستيرون اللي هو الاسبارولاكتون لما بلم الدور يقول لك الاسبارولاكتون بيحميك من تاثير الالدوستيرون الخطير على كليتك وعلى قلبك. وكمان الاسبارولاكتون انتوا عارفينه بوتاسيوم ريتيننج. وانتوا عارفين ان اللوب والسيازايد بوتاسيوم لوزنج فبيظبطوا البوتاسيوم مع بعض. وكمان هم بيقووا من بعض. يعني انت لما كنت بتاخد دوب كنت بتنزل 20% ولما بتاخد سيازايد بتنزل 10%. لما تحط عليهم اسبارولاكتون اديك بتنزل كمان 5%. يعني هم دور الاسبارولاكتون مهم جدا جدا. وعلى فكره وجود الاسبارولاكتون بيحميك من مورتاليتي. صح؟ ليه؟ مش في سبب من اسباب المورتاليتي مرتبطه بالالدوستيرون؟ اقرا معايا. فكاتب لحضرتك اوعى تفكر ان انت هنا بتحط اسبارولاكتون كدايوريتك. دايوريتك مين يا عم؟ ده 5%. ده كلام فارغ. انا مش جايبه كدايوريتك، انا جايبه لحاجات ثانيه. اقرا كده. يقول لك رب اولا هو جايبه عشان يظبط البوتاسيوم اللي هو متوقع ان يكون بيقل مع مين؟ رد عليا. بيقل مع اللوب وكمان بيقل اكتر لما احط على اللوب ايه؟ سمعوني سيازايد. ده شيء متوقع جدا. كمل. ثانيا هو بيزود من شغل الدايوريتك. ما هو دايوريتك زيهم، هم بيساعدوا بعض. ثالثا هو كمان مش ضد شغل الالدوستيرون اللي عامل زياده في ملح بس، لا ده كمان ضد زياده الالدوستيرون اللي عامله لي ايه في قلبي؟ فايبر. نقلب السطر. يبقى متفقين ان اول حاجه ببدا بيها ثانيه واحده ببدا بحرف الدي اللي هو مين؟
كل الشابتر بتاع الكيدني بحطه، بحط الشابتر كله الملزمة رقم واحد. مش كان عندي ملزمة رقم واحد ثلاثة دايوريتك بالترتيبهم مين هم؟ اللوب ثم سايزايد وبحتاج سبارونت. الثلاثة بيتحطوا في الأرض. انت هنا بتتكلم في مرض أصعب بكتير من الأنجينا بتاع امبارح. ده مرض أصعب بكتير من شوية وجع كان بيجي لي، مفهوم؟ النوع الثاني من حرف الدي اللي هو الدايوريتك. ممكن أسأل سؤال، إيه دور الاسبارولاكتون؟ يوطي البوتاسيوم ولا بيظبط البوتاسيوم؟ بيظبط البوتاسيوم ويقوم الدايوريتك وبيحميني من تأثير في كليتي وفي قلبي. وخلي بالكم الدوسيون واحد من رؤساء العصابة، من زعماء العصابة اللي بتولينا موت لا سمح الله. الدايوريتور تحب تاخد أنهي دايوريتور؟ تاخد حاجة فينو؟ رد عليا. ولا تاخد حاجة أرتيريو؟ ولا تاخد حاجة ميكسد؟ ميكسد صح؟ امبارح كنا كفايه عليها فينو صح؟ قصه كانت حاجه ثانيه. امبارح فاكرين حضراتكم في الوجع بتاع الانجينا كنت يا دوبك بشيل بريلود وارتاح. هنا لا، انا عندي هنا بريلود مغنيت غرقان فينوس ريتير، وعندي ريزيستنس كاتمه على نفسي مش قادر اضخ دم. فحضرتك يستحب تدور لي على حاجه ميكسد. ما عنديش حاجه ميكسد غير لما اخد النيتريت بايه؟ باي دوز. ودي حاجه مش حلوه يعني، مش شغلته. النيتريت شغلته في الاساس فينو، ما تحملوش اكتر من طاقته. ففي دواء معمول مخصوص للميكسد اسمه ايس انهيبيتور. وميزه الايس انهيبيتور انه بيضرب كذا عصفور بحجر. تعالى معايا، الايس انهيبيتور هيعمل لك ايه؟ الايس انهيبيتور ده ميكسد، يعني بيفتح ايه وايه مع بعض؟ سمعوني، بيفتح ارتري وفين، وبعدين ضد ماده ايه؟ ودي ماده من المواد المتهمه بالموت اللي هي ماده الريمودلينج او ماده الابوبتوزيس. فاقرا كده يقول لك حضرتك تاني دي بعد الدايوريتك اللي انت حد فاهم حاجه؟ تاني دي بعد الدايوريتك اللي انت لجأت ليها كبدايه هو الدايليتور. وكاتب اول حاجه قدامك هو الميكس الدايليتور اللي هو مين الميكس دي يا فندم؟ الايس انهيبيتور. بس هنعرف، وفي ناس كتير بياخدوا ايس انهيبيتور بيعانوا من كح. وقصه الايس انهيبيتور دي مرتبطه جدا بكحه رزله بتحصل في 30% من العيانين. هي مش كحه، هي شرقه. عارف يعني كل شويه عندك حاجه عملك اريتيشن تخليك كل شويه تعمل في حاجه ما تعرفش هنعرف سببها ايه. فعشان كده قال لك لا بلاش اس انهيبيتور، بدله بحاجه ثانيه اسمها عربي، حاجه اسمها انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. هنتكلم عنهم ونقول الفروقات بينهم ايه. بس للاسف الاس انهيبيتور والعرب ما ينفعوش في واحده حامل. فافرض الست اللي عندها هارت فيلر دي طلعت حامل، يبقى بدل ما اخد حاجه ميكسد، بدل ما اديك 100 جنيه مجمده افكها 50، يعني بدل ما اديك حاجه تفتح ارتري وفين، خلاص بقى اديك ايه؟ واديك ايه؟ اديك فينو دايليتور يفتح الفين، واديك ارتريولو دايليتور يفتح الارض بس. لكن الصح والحلاوه كلها ان اديك حاجه تفتح الاثنين مع بعض. مين ومين؟ الايس انهيبيتور لو عمل لك مشكله، لو انت من 30% من الناس اللي بيشتكوا منه، بدله بقريبه اللي اسمه عرب، وهنعرف ايه الفرق بينهم دلوقتي ان شاء الله. لو مش عارف تاخدهم لاسباب خارجه عن ارادتك، واحده ست حامل، مشاكل معينه، فكهم. فكوا الايه وايه؟ لحاجه فينو اللي خدناه امبارح اللي هو النيتريت، وحاجه ارتري. نقرا مع بعض. اول حاجه لازم تبقى ايس انهبيت، هيعمل لك كحه. كل العيانين بيجي لهم كحه، مش عارف، مش 30% 100%، ومش قادر حضرتك تتعايش مع الكحه دي، خد عرق. لو في مشكله يعني زي واحده بريجننت مثلا، الاس والعرب بيعملوا تراتوجينيستي مليون المية، مش يعني احتمال ان هم تراتوجينيك جدا، فخلاص فك الاس انهيبيتور بدواء ايه؟ واحد شمال، مين هو الشمال؟ سمعوني، الفينو. واحد يمين هنتكلم عنه اسمه هيدروليزم. بس قبل ما نمشي ونقول باي باي، خلي بالك في مريض الهارت فيلير الكورونيك، انت عينك مش بس على السيمتوم، فاكرينه ولا لا؟ عينك على ايه كمان؟ على المورتاليتي. وكاتب لك رؤساء العصابه اللي بيزودوا المورتاليتي، مين ومين ومين؟ مكتوب يا ترى المورتاليتي ممكن تحدث ايه؟ اتفرج. رقم واحد ان البيتا 1 حصل لها داون ريجوليشن، ما انت اللي عبيط وسبتها فريسه لنور ابريفن. اقرا. فكاتب لحضرتك ان ممكن البيتا 1 ريسبتور تقل نتيجه انك سايب النور ابريفن عاليه. فكنا بناخد لو دوز من الميتو والبيسو والكارفي، كنت بقول لكم في الادرينرجيك مش اي بيتا بلوكر تنفع، ومش اي جرعه تستخدم، ومش اي عيان ياخد بيتا بلوكر. شايف الجرعه كام؟ من 1.25. جرعه البيتا بلوكر بتبقى 10، بناخد 1.25، يعني بناخد كلام فارغ.
رقم 2 عندك فايبروزيس نتيجة اللعين الالدوستيرون، اقفل الالدوستيرون بمين؟ سمعوني، بسبيرولاكتون. رقم 3 عندك ابوبتوزيس ادى الى ان الفايبروس تيشو تزيد وادى الى ان المايوسايت تموت، وده ريموديل. عارفين يعني ايه ريموديل؟ انا غيرت الموديل اللي انت ولدت بيه، وده المتهم فيه الانجيوتنسين. فانت عندك عرب واسد. انا مش هنتكلم على الاكيوت هارت فيلير دلوقتي، هنتكلم على الكرونيك هارت فيلير. عايزين نبدا بالكبير بتاعنا قبل ما نتعب، عايزين نبدا بالايس انهيبيتور اللي هو صفحه 5. انا اتفقنا هناخد الجديد الاول. هما مين الجداد؟ الجديد مين يا فندم؟ هل ايس انهيبيتور؟ ها البازو ايه؟ ها دايليتور؟ ها ديجيتال؟ مش لازم بكره، مش لازم بكره لوحده حصه، قصه كبيره جدا. النهارده هنحاول نخلص الاثنين الكبار دولت، وفي الاخر هناخد حاجات صغيره. الحاجات الصغيره دي اوريدي هنتكلم عنها سريعا، سواء بيتا بلوكر، سبيرولاكتون، دايوريتيك، نايتريت، كله كلام هتسمع عنه قبل. لكن الجداد 100% هو مين ومين؟ سمعوني، ها الاس. هنبدا بالاس هنا. انا اهم حاجه عندي قبل ما ابدا تبقى فاهم الخريطه اللي احنا ماشيين بناء عليها. مشكله الطالب اللي بيذاكر هارت فيلر انه بيتوه. اتمنى ان انا اكون عملت لك فرشه تفهم احنا ماشيين فين بالظبط. حد فاهم حاجه؟ البدايه بتبقى بايه اند ايه؟ اسمع عشان اطمن. البدايه بتبقى بمين ومين؟ سمعوني، بدايليتور ودايوريتك. اني دايوريتك؟ قولوا معايا اني دايوريتك بستخدمها كلهم، بس الترتيب مهم. الترتيب مهم. اظن الكلام ده في الارت فيلير، فاكرين في الليفر فيلير ما كنتش ببدا بلوب. في الليفر فيلير الناس هتمتحن يوم الخميس، كنت ببدا بسبيرولاكتون. فاكرين عيان اللي عنده ليفر مشاكل؟ ما كنتش ببدا بلوب، كنت ببدا بسبيرولاكتون عشان موضوع الاسيدوزس والكلام ده. نقرا مع بعض ونخلي الرسمه دي دايما قدامنا كده. نبتدي نتكلم على الاسم. ايه بقى حدوته الاس انهيبيتور ده؟ حدوته بتبدا ان في انزيم بيطلع من كليتك اسمه رينين. ده انزيم كليه زعلانه. زعلانه ليه؟ عشان الكارنيك الموت اللي وصل لها قليل. فالكليه لما بتزعل بتطلع رينين. انتوا عارفين الرينين ده نهايته مش حلوه يعني. هنشوف الرينين بيمشي ازاي. الرينين بيحول ماده اسمها انجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1. كويس؟ وبعد كده الانجيوتنسين 1 عن طريق انزيم اسمه ايس اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم هتحول انجيوتنسين 2. حلو. انجيوتنسين 2 ده ليه 2 اكشن. الله اكبر. في ريسبتور اسمه انجيوتنسين 1 ريسبتور، وفي ريسبتور ثاني اسمه انجيوتنسين 2 ريسبتور. واضح ان مين البريدومينت؟ واضح ان مين اللي موجود بكميات اكبر؟ 1. فالانجيوتنسين 2 اللي طلع اشتغل على انجيوتنسين 1 ريسبتور و2 ريسبتور. طيب انجيوتنسين 1 ريسبتور ده بيعمل ايه؟ اول حاجه الانجيوتنسين بيعمل فازو كونستريكشن. على فكره هو اسمه انجيوتنسين. كلمه انجيو يعني ايه؟ يعني فيزل. تنسين يعني عاصر. بيعصر الفيزل 80 مره ادينور ايبيفن. تخيل حضرتك بيعصر الفيزل 80 مره اكثر من نور ايبيفن. مش بس كده، وجدنا انه بيزود النور ابنفرين نفسه اللي هو كمان ممكن يعمل لحضرتك زياده في الهارت ريت. صح؟ ويعملها كمان بازو ايه؟ سمعوني هنا كونستريكشن. مش بس كده، بيزود لك الالدوستيرون. يا ساتر يا رب. لو ما انتوا عارفين بيعمل لحضرتك حاجتين. بيعمل لك سولت ايه؟ سمعوني هنا ريتنشن. بيبتدي في قلبك يعمل لك ايه؟ سمعوني يعمل لك فايبروزس. مش بس كده، الانجيوتنسين 2 بال 81 هو اللي بيتسبب لك في الريموتنج جوانب. يا نهار اسود، ايه ده كله؟ ده انك ده طلع 81 افكت ده. ال 81 ريسبتور هو المسؤول عن الموست ارت افكت. هو المسؤول عن الموست دينجرس افكت. يبقى المفروض لازم نعمل ايه في الانزيم ده ولا في الريسبتور ده ولا في الماده دي؟ شوفوا كم مصيبه طالعه من 81. حد فاهم حاجه؟ ال 81 بتعمل ايه؟ لازم 81 بتعمل فازوكونستريكشن. ده مباشر بيطلع نور ابينفرين من الادرينال، يعمل فازوكونستريكشن ويزود ضربات القلب. كمان يطلع الدوستيرون، يعمل سولت ريتنشن ويعمل فايبروزس في القلب. كمان يطلع انجيوتنسين 2
او قصدي هو كانجيوتنسين 2 بيعمل ابوبتوزيس ويعمل لك ريموديلنج في القلب كل ده. طب ماشي حضرتك المطلوب تعمل ايه؟ يعمل ايه في الانزيم؟ يعني الانزيم اللي بيطلع ما انتوا مالكم فيه بعمل ايه في الانجيوتنسين 1؟ يعني المفروض اسيبه يتحول لانجيوتنسين 2 ولا اقفله؟ بس وجدنا ان ماده الايس في نفس الوقت بتحول حاجه اسمها براديكايلين الى ماده ان اي. يعني حضرتك الايس بيعمل الكونفرجن ده والايس بيعمل الكونفرجن. تقدر تقولي حضرتك لما تقفل الايس هيحصل ايه؟ من غير ما نحفظ لما تقفل الايس هيحصل ايه؟ هيعمل كده بالظبط. لما هقفل الايس هيعمل المنظر. هعمل لك دبل دايلاتيشن. يعني ايه دبل دايلاتيشن؟ فازو دايلاتيشن وفازو دايلاتيشن. وهعمل لك ميكس دايلاتيشن يعني ارتيريال دايلاتيشن وفينس دايلاتيشن. حد يقول لي ليه؟ انت لما قفلت الايس حصل ايه يا فندم؟ سمعوني رد عليك. خليت انجيوتنسين يتصنع؟ لا. وبالتالي منعت الكونستريكشن صح؟ ومنعت الكونستريكشن صح؟ طيب. رقم اثنين منعت السلطة ايه سمعوني هاد ريتنشن ومنعت الفايبروزس ومنعت الريموديل صح؟ بس في نفس الوقت منعت تكسير مين؟ فزادت البراديكايلين. زياده البراديكايلين دي وجدنا انها بتعمل فازو دايلاتيشن بس بتعمل حساسيه وبتعمل لك شويه الكحه اللي انت بتشتكي منها. وبالتالي الايس انهبيتور لما قطع القطعه دي منع تحويل مين لمين يا فندم سامعوني؟ كلام سهل. منع تكوين 1 ل 2 مفيش 2 وبالتالي بطلت اكتف 81 خالص. طالما منعت اكتيفيشن اوف 81 اللي كانت بتعمل كونستريكشن ما عادش فيه كونستريكشن. اللي كانت بتزود نور ابينفرين ما عادش زياده نور ابينفرين. اللي كانت بتزود الدوستيرون وبتعمل فايبروزيس وريمودلنج ما عادش فيه فايبروزيس ولا ريمودلنج. بس في نفس الوقت سعادتك سمحت بتكسير البراديكايلين ولا سبت البراديكايلين تزيد؟ حط عليا زودت البراديكايلين. البراديكايلين دي زي الهيستامين بالظبط بتعمل برونكوس باز وبتعمل فازو دايلاتيشن عشان ما حدش ينسى. البراديكايلين دي بتعمل برونكوس باز وبتعمل فازو دايلاتيشن فتساعد على انها توطي الضغط. اذا لما اقول لك ان الدواء ده بيوطي الضغط مرتين، المره الاولى عبقري انه قلل من ماده مين سمعوني الانجيوتنسين 2، والماده الثانيه عبقري انه زود من التصنيع او زود من ماده او تراكم ماده البراديكايلين. يبقى الدواء ده مش بس ميكس دايليتور، ده الدواء ده بيعمل دايلاتيشن مرتين. هتفهم؟ حد يقول لي بيعمل دايلاتيشن مرتين ليه؟ الدواء ده بيعمل دايلاتيشن مرتين عن طريق انه بيمنع ماده مؤذيه اسمها انجيوتنسين 2 بتعمل كونستريكشن وبيمنع تكسير ماده حلوه بتعمل فازو دايلاتيشن. هي ايه الماده الحلوه اللي بتعمل فازو دايلاتيشن؟ براديكايلين. بس هي حلوه على الفيزل بس هي وحشه على صدري. وبالتالي 30% ما كانش اكتر من العيانين اللي بياخدوا ايس انهيبيتور بيعانوا من حساسيه صدر وبيعانوا من كحه دراي وبرزيستنت بتصل ل 30% وتفضل مكمله معاك العمر كله. هتستحملها عسل كمل، مش هتستحملها شوف حاجه تاني. خلاص خلصت المود اوف اكشن. اقرا معايا قبل ما نبصش على البورد انا قاطع فين. ما تبصوش على البورد، بصوا في اي حته. انا قاطع فين؟ في الايس. قطعتي في الايس اصحى يا ابني. منع التحويل مين لمين؟ تخيل منع انجيوتنسين 1 ل 2، مفيش انجيوتنسين 2، مفيش 81. طالما مفيش 81 اللي كانت بتعمل كونستريكشن مفيش كونستريكشن. اللي كانت بتزود نور ابينفرين مفيش نور ابينفرين. اللي كانت بتعمل ريمودلنج وفايبروزس وسولت ريتنشن مفيش ريمودلنج ولا فايبروزس ولا سولت ريتنشن. بس في نفس الوقت انت قاطع الايس اللي بيحول براديكايلين لمواد ميتابولايت، يبقى كده براديكايلين مش هتتكسر. فالبراديكايلين هتزيد في دم، هتعملي دايلاتيشن تاني. فالدواء ده غبي بيعمل دبل دايلاتيشن. يعني ايه؟ طب هل الدايلاتيشن اللي بيحصل ده بيحصل معاه ريفلكس تاكيكارديا؟ هل الدايلاتيشن هو الاول الدواء ده اتفقنا بيعمل كام دايلاتيشن؟ اثنين وبيعمله شمال ويمين كمان. مش علمونا زمان ان الدواء الفازو دايليتور لازم يبقى معاه ريفلكس تاكيكارديا؟ يعني ريفلكس تاكيكارديا دي كانت بتحصل ليه؟ مش لما كان ضغط بيوطى كان مين بيتحرك؟ النور ابينفرين. انت عامل ايه في النور ابينفرين؟ انت عامل ايه في النور ابينفرين؟ انت منعه.
يقول لك الدواء ده عامل زي دواء خدناه قبل الامتحان اسمه برازوسين. كان برازوسين ناخده من هنا يوقعني من طولي من هنا. كان يعمل حاجه اسمها فيرست دوسينكو. هو ده تاني دواء. بس ده البازو دايليتور الوحيد هو البرازوسين اللي بيعملوا دايلاتيشن من غير ريفلكس تاكيكارديا. ليه؟ هو ريفلكس تاكيكارديا يا ابني مش كان بيحصل لما ضغط بيوطى كان النور ابنفرين بيزيد؟ انت عامل ايه في النور ابنفرين؟ انت قاطع هنا فقاطع هنا فمانع هنا فما عندكش زياده هارت ريت. فخلي بالك من اقراص الاس انهبيتور خاصه في الاول لانك هتتهبد هبده خاصه ان الدواء ده بيفتح هارتري بس ولا بيفتح هارتري وفين؟ هارتري وفين وبطريقتين جامدين جدا من غير ما حاجه تسعفك. فمشهور عنه جدا الفيرست دوز هايبوتين جدا ومفيش حد تاني في الطب غيره هو والبرازوسين بس. طب البرازوسين بطلنا ناخده لكن ده بناخده كل يوم. ده اسمه كابوتين معرفش حد يعرفه ولا لا. كابوتين ده مشهور جدا في علاج الهايبرتنشن. خلاص نقرا لو انت فهمت انا قلت ايه خلصت لك بتاع صفحتين. نقرا مع بعض سيبك من الرسمه العبيطه دي تعالى معايا لو انت فهمت دي دي احلى. خليك معايا انا في صفحه 5 حد ماشي معايا الى حد يقول لي كده اسباب المورتاليتي يا اخوانا اصحوا معايا شويه في فرق سرعات ما بس اشوف ها اسباب المورتاليتي ايه او دوسيرو ها انجو دنسيت نور ابنك. وبالتالي اللي بيخففني من المورتاليتي ايه بيتا بلوكر ايس انهبيتور سبارونك. اعالج الكرونيك هارت فيلر بي اند ايه بدايوريتك ابدا بمين مصايزايت وسبارونك. دور سبارونك تكون دايوريتك بس بيظبط ويقلل من المورتاليتي عن طريق الفايبر. هل في كرونيك هارت فيلر بتكتفي فقط بالسيمتوم ولا عينك على ايه؟ المرتبك ما تفسحش العين عايش ومبسوط خلي بالك ممكن يقع منك في يوم ما تعرفش تجيبه تاني. فعينك على المواد اللي بتزود المرتبك. اتفضل اهو بيعمل لي دبل دايلاتيشن. قوله بيقلل مين يا ابني؟ ممكن تقروا انتوا عشان تتكلموا بيقلل مين؟ وبيزود مين؟ هو بيزوده مش بيزوده اصل جات لك مره في الام اس كيو بيقول لك بيزود الريليز وبرادي كاينين عيب والله ما بيزود الريليز ولا مين هو مخصوص اصلا. خلي بالك من الخبث في الاسئله. هل هو بيزود افراز برادي كاينين يا مؤمن؟ لا ده هو بيخليه يتراكم جوه جسمي لانه بيعمل ايه في الميتابوليزم بتاعه بيوقف. فانا كاتب لك اهو بينهبت الدي اكتيفيشن بتاعه بينهبت الميتابوليزم بتاعه ذلك يؤدي الى كمل هذه الافكتات تؤدي الى بازو دايلاتيشن فين وفين؟ اقرأ معايا اقرأ فينس وارتيريا هالطريق ان حط... كمان بيمنع افراز الانجيوتنسين 2 انديوز نور ابنفرين وبالتالي يوطي الضغط من غير ما يعمل ريفلكس ايه سمعوني من غير ما يعمل وعاملها لك باللون الاحمر واكتب جنبها تذكر برازوسين. فكيلة ما قلت لكم العيال بتقولي طالما الكلام ده بيحصل مع اول جرعه نفوت اول جرعه وناخد من الثانيه على طول. فاكرين كنا شرحناها كده. كمان بيمنع افراز الالدوستيرون وانتوا عارفين الالدوستيرون مش بس بيعمل سولت ريتينشن ده ريزل وبيعمل هايبرتروفي وفايبروزيس والانجيوتنسين كمان بيعمل ريموديل. اذا حضرتك الاربع سطور دولت لو انت فاهم الفهم اقلب الصفحه ايه اللي هيحصل يعني ايه المشاكل يعني ايه الادفانتج في الدواء ده. مش هقول حاجه جديده انا هعيد الكلام اللي انا قلته. رقم واحد اول مره الاقي بازو دايليتور ما يعمل لي فيش ريفلكس تاكيكارديا. في ناس فاكره ريفلكس تاكيكارديا دي املا لا طبعا مش احنا امبارح خدنا دواء اسمه ايفابرادين كل مشكلته انه بيعالج الناس عندهم تاكيكارديا. شعور التاكيكارديا ده شعور حزين يعني كونك ان انت دايما حاسس بضربات قلبك دي حاجه مش حلوه. هتقولي ما زياده ضربات القلب دي تسعفني اه انت ممكن تتعود بقى عليها. ما هو يا ريت اوطي لك الضغط وتبقى ماشي من غير ما يبقى عندك بالبيتيشن بتهيألي. هتقولي طب انا اعمل ايه في الضغط الجامد اللي بنخفض؟ هتتعود عليه هتتعود عليه. عشان كده بنقول لك حاول تبدا اول جرعه صغير وحاول تاخد اول جرعه وانت قاعد وشويه بشويه جسمك هيعتاد على ان الضغط بينخفض من غير ما يعمل له ريفلكس. فانا ما عنديش دواء بيعمل نو تاكيكارديا غير دول بس البرازوسين بطلنا ناخده لانه دواء فاشل فما عنديش غير الدواء. فدي ميزه ان ضغطك يبقى واطي من غير ما تحس بضربات القلب. شعورك بضربات القلب ده شعور سخيف بيجي لك في القلق
بيجي لك وانت داخل تمتحن امتحان سخيف، بيجي لك وانت خايف على حد، مش عايز احسسك الشعور ده، هيضايقك طبعا ان انت ما عندكش ريفلكس تاكيكاردي. ممكن اول ما تاخد اول جرعه تتهبط فيها هبده جامده، بس حضرتك لو عديت من اول اكسبيرينس هتعرف. يعني حضرتك انا قلت الكلام ده وانا بشرح، لو انت نازل على السلم وفي سلمه مكسوره وانت ما تعرفش ممكن تتعطل، لكن تاني مره لما تعرف ان السلمه رقم 3 مكسوره من الناحيه الشمال هتمسك في الترابزين، هتحاول تبعد عنها، فحضرتك هتبقى عارف الدرجه اللي ضغطك بينخفض بيها قد ايه، فهتعرف تظبط نفسك. ما تاخدوش وانت سايق، ما تاخدوش وانت راكب اتوبيس، تاخده قبل النوم، تاخد جرعه صغيره وتزودها بالتدريج، فهاخد الحلو من غير ما اخد تاكيكارديا، دي ميزه بالنسبه لي. مفهوم؟ رقم 2، مفيش ميه اند ملح ريتينشن. طبعا مش هو قاطع مين؟ قاطع نفس مين؟ قاطع نفس البلوه السوداء. طيب دي حاجه حلوه. كمان بيحميل الكيدني خاصه في الدايابيتس، دي قصه كبيره حط عليها دايما. ايه دي؟ مالها دي بالكيدني ومالها بالدايابيتس؟ هنتكلم عنها حالا دلوقتي. رقم 4، يا سلام يا سلام، بيشيل بريلود. رد عليا، بيشيل بريلود وافتر لود في ضربه واحده. لانه بيفتح 2 دايلاتيشن. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ راجل بيوطي الضغط ويشيل لك السولت ريتينشن وبريلود وافتر لود. غير كده كمان ان هو بيقلل الكارديو فاسكولار مورتاليتي بكام في الميه؟ تصدقوا 100%؟ ليه؟ هو انت دلوقتي لما منعت الانجيوتنسين منعت النور، ده 30%، مش منعت النور ابنفرين ادي 30%، مش منعت الالدوستيرون ده، ده الراس الكبير، مش هما الثلاثه دول طالعين من عبايته؟ عشان كده انا ما كتبتش هنا نسبه. حضرتك ده اكتر دواء يقلل مورتاليتي طبعا بعون الله. هو المورتاليتي كانت بتحصل منين ومنين؟ انجيوتنسين وانا بقلله، والالدوستيرون وانا بقلله، والنور ابنفرين وانا كابس على نفسه. طب ما الثلاثه قافلهم من هنا، عايز ايه تاني؟ اتفضل قول الادفانتج ايه؟ ايه ميزه يا جماعه الاس انهيبيتور؟ دواء جميل وسيف وحلو فعلا، مش بعمله دعايه، دواء محترم، لان الدواء ده بيكتف لك الدنيا تكتيفه محترمه، لانه جاي قافل لك الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 من تبعاته ايه؟ الدوستيرون ونور ابنفرين، دول بلوتين. طيب اتفضلوا قولوا لي الخمسه ادفانتج من غير ما تبصوا في الورق. الدواء ده اساسا بيفتح ارتري بس ولا ارتري وفين؟ حلو. هل معاه ريفلكس تاكيكارديا تضايقك؟ لا. هل الدواء دوت بيسيبك كده للمورتاليتي تلعب بيك زي ما عايز؟ بيحميك شويه، على الاقل بيحميك من مواد سخيفه. كمان قلنا الدواء ده رينو بروتكتيف جدا، وهنعرف ازاي هو رينو بروتكتيف. انتوا عارفين طبعا ان الناس اللي عندهم مشاكل في القلب بالذات، في الاورجان اللي بيتاثر بعد كده، قصدنا على الكيدني، وهنشوف قصتها ايه واشمعنى مريض دايابيتس بالذات اللي بنخاف منه. اتفضل. الممبرز بتاعته، العيله دي كلها عائله البريلات، كل الادويه زي فاكرين عيله الدبين. حد يفكرني ليه النايفيدبين ما ينفعش اخده واخد مكانه اس ار نايفيدبين؟ النايفيدبين بعمل بيه دايلاتيشن بسيط ولا قوي؟ يعمل ريفلكس تاكيكارديا قويه. شفتوا بقى اهميه ان ما يبقاش فيه ريفلكس تاكيكارديا ايه؟ بدل ما يجي لي اسكيميا ولا حاجه. معايا؟ فكنت باخد النايفيدبين ببدله باس ار ايه يا فندم؟ ها نايفيدبين. طيب الدواء ده رقم 1، العيله كلها اسمها عيله البريل، واول دواء ظهر على الاطلاق اسمه كابتوبريل، بس الدواء ده مش قد كده واخر دواء ظهر اسمه لايسينو بريل. هتقولي التعريف منين هو اخر دواء؟ وهو اصله بادئ بحرف ال، وال يعني ليه؟ عارفين يعني ايه ليه؟ يعني اخر واحد. وعلى فكره هو بادئ بحرف ال يعني مرتبط بالليفر، خلي بالك، يعني الليفر ديزيز شغال معاه. فخلي بالك ان الادويه اللي في النص دي كلها ما تنفعش تتاخد في الليفر ديزيز. لان عندك في النص كذا مجموعه، عندك حاجه اسمها رامي بريل، عندك حاجه اسمها برينتو بريل، عندك حاجه اسمها فوسينو بريل، عندك حاجه اسمها حاجات جديده. مش مهم احفظ اللي في النص، المهم احفظ اول واحد واخر واحد، لان ده دواء وده دواء، بس كل دول برو دواء. يعني ايه برو دواء؟ يعني المجموعه اللي في النص تتاخد في ليفر ديزيز ولا ما تتاخدش في ليفر ديزيز؟ ما تتاخدش. وبعدين ايه الحاجات المميزه في كل اسم من دول؟ اول واحد ظهر هو كابتوبريل، هو كابوتين.
كابوتينيا ده عامل زي البروبرانولول كده، عامل زي الفروسيمايد كده. ايه قصته الكابتوبريل؟ نقرا كده قصته ايه. كاتب لحضرتك ان المجموعه كلها تعتبر برو دراجز، يعني من الاخر لو كبدك خربان مش هتنفعك الا مين ومين؟ الا الاول والاخير. مين الاول والاخير؟ كابتو واللايسين. خلي بالك كده معايا واقرا بالراحه. الكابتوبريل هو اول ايس انهبيت ظهر على وجه الارض، بس هو مشكلته ان عيشته يعني بيتكسر في خلال ساعه. طب باخده ازاي كل 3 مرات؟ يعني باخده يعني هو كلمه 3 مرات في اليوم دي يعني ايه؟ يعني كده بيعيش في دمي قد ايه؟ طب ازاي بقول لك الهاف لايف اقل من ساعتين؟ اه ما هو بيتكسر وبيتحول لميتابولايت اكتف، فالميتابولايت هي اللي بتعيش 8 ساعات وبعد كده بتنتهي الاكتيفيتي بتاعتها بعد 8 ساعات. يعني مش معنى ان الدواء اتكسر ان هو الدواء مات. كنا خدنا في الجنرال ان ممكن الميتابولايت تفضل اكتف لفتره زي ابوها. فالكابتوبريل اه هو بيتكسر لنص الليفل بتاعه فعلا وبيطلع منه ميتابولايت بتستيل تفضل اكتف بثلاث ثمان تسع ساعات، فيقول لك ممكن ناخده مرتين ثلاثه في اليوم. طيب مش عاجبني الكابتوبريل. عملنا انالا بريد، بريندو بريد، رامي بريد، فوسينو بريد، لايسينو بريد. دي العيله الثانيه كلهم بيتميزوا ان هم بيتاخدوا مره واحده في اليوم، يعني بقارنهم بمين اللي كان بيتاخد ثلاث مرات في اليوم سمعوني الكابتوبريل. يبقى هما مشتركين في دي بس مش مشتركين في التاني. ان الوحيد اللي يصبح فيهم في الليفر ديزيز هو اللايسينو بريل لانه درج، لكن بقيه الاربعه اللي هو الرامي والبريندو والانالا بريل والفوسينو بريل لا يصلحهم في مريض الليفر. كمل. نيجي بقى نختم بالفوسينو والانالا بريل ونحط عليهم دايرتين كده صغيرين. نختم بدول ونحط عليهم دايرتين صغيرين ان هما كل واحد فيهم بلوه لوحده. بصونا بصوا يا جماعه، لازم تبقى عارف ان انا عندي مجموعه اولى كابتوبريل، المجموعه الثانيه اللي فيها اسماك كتير ومعاهم اللايسينوبريل يتميزوا بحاجه. قول كده مع بعض، يتميزوا ان هم وان سيلدين صح، بس هم منفصلين عن بعض فين؟ ان المجموعه دي دراج ولا برو دراج؟ سامعوني المجموعه دي كونترا انديكيتد في الليفر، لكن المجموعه دي ممكن جدا تتاخد فين؟ الراجل ده كان بيتاخد وانس في دي ولا كان بيتاخد ثلاث مرات في اليوم؟ سامعوني كان بيتاخد ثلاث مرات في اليوم. الهاف لايف بتاعته يمكن اقل من ساعتين. في اسمين لازم نخلي بالنا منهم، الفوسينو بريل ده جميل جدا في ايه؟ انا دايما من زمان واحنا صغيرين كانوا يقولوا لنا الفوسينو بريل ده بيفايند فور اتسيلف انذر واي انه يخرج من جسمك. هو الفوسينو بريل بيروح الكليه لو لقاها خربانه ينزل في البايلو. فبالتالي الفوسينو بريل ده ينفع جدا في الناس اللي عندهم رينال ديسفانكشن. ليه؟ ان الفوسينو بريل عنده طريقين في خروجه من الجسم. لو اليورين معطل يمشي مع البايلو والستول. مش يعني عاده الادويه بتخلص وتتكسر وتنزل في البول؟ لو عندك رينال ديسفانكشن ممكن جدا الدواء ده يدور له على انذر او يفايند حرف الاف بيفكرني انه بيفايند لنفسه انذر واي انه يسيب جسمك ويخرج. فده يفكرك ان الفوسينو بريل دي دواء اكسكريشن، يعني بيخرج من مكان واحد ولا ممكن يتوزع على مكانين زي كده. فاكرين ادويه البالانسد؟ مش ايه؟ مش خدنا في البيتا بلوكر حاجه اسمها بالانسد اللي كانت لا لايبو ولا هايدرو؟ والله عملت. طيب مهم، حلوه جاكيتها بتشتغل احسن من الجرافه. يلا يا جماعه بس يلا قاعد يطلع فيها غلو. يلا انتوا بكل شويه بتناموا معلش. المهم فاهمين؟ طيب انتوا نايمين كده واضح ان انتوا مركزين بعمق، اتمنى ذلك. احسن حاجه اشيل النضاره عشان ما اشوفش وشكم اصلا انا منظر. فبقول لحضراتكم زي العملي كده، اللايسينو بريل ينفع في الليفر ايه؟ سامعونها، ينفع في الليفر ديزيز. اه كده اريح مش شايف حد. اللايسينو بريل ينفع في الليفر ديزيز لان مالوش ايه يا فندم؟ سامعوني ها، هيباتيك ميتابوليزم. الفوسينو بريل شغال يا فندم رينال ديزيز عادي جدا لانه له دول اليمينيشن. كلمه دول دي سمعتها تاني النهارده. مين اللي كان من شويه دول دايلاتيشن اللي هو الواد اللي اسمه اسم؟ طيب كويس. في دواء بقى اسمه مينالا بريل. الانالا بريل اشمعنى يعني خد حرف اي تي؟ اه الانالا بريل اكتر واحد في المجموعه دايليتد كويس. الانالا بريل يا فندم الانالا
3 اكتر واحد فيهم ضايقني، وبالتالي بصراحه يعني بستخسره في الهارت فيلر. لو هاخده في اني هارت فيلر هاخده في الاكيوت، ولو هاخده في اني هايبر بيشن هاخده في السيفير امرجنسي هايبر بيشن. بس انا عندي مشكله ان الادويه دي بتتاخد حقن عشان اشتغل بيه بشكل سريع، بس الادويه دي مش اكتف، فلو تاخدت حقن هتتاكتف ولا مش هتتاكتف؟ مش هتتاكتف. اقول تاني، الانالا بريل ده هو حمال الاسيه في المجموعه كلها، الانالا بريل ده بتاع الامرجنسي، بس حضرتك عشان تعالج امرجنسي لازم تدي دواء اي في. بس انا عندي اشكاليه كبيره في الانالا بريل، لو حقنته اي في انا عايز استفيد منه كدايليتور قوي جدا، لو حقنته اي في مش هيتاكتف لانه برود راجل. فشركات الادويه نزلت الانالا بريل جاهز في الحقن، نزلت لك الانالا بريل ان اكتف ولا نزلته لك اكتف جاهز، جاهز في الحقن عشان سعادتك تفتح السرنجه وتحقنه يشتغل على طول. ما عنديش في السوق حاجه اسمها انالا بريل. الانالا بريل ما باخدوش في الكرونيك، ما باخدوش في المايلد هايبر تنشن. الانالا بريل عشان هو اقوى دايليتور، هتقول لي ليه؟ وجدنا تاثيره، عارفين حاجه اسمها افيكاسي، اكتر واحد في جروب الاس انهبيتور بيجيب لي دايليتيشن. فقال لك ده خساره يتاخد في الناس الكرونيك، خلي الانالا بريل في الحالات الاكيوت، بس انا في الاكيوت لازم احقنه. بس لو هحقنه ما ينفعش احقن برود راج. ففي في السوق حاجه اسمها انالا بريل؟ لا. في السوق حاجه اسمها نايفيدبن؟ والله لا. اصبح في السوق عيب انك تقول نايفيدبن، تقول نايفيدبن ولا اس ار؟ عيب انك تقول انالا بريل، تقول انالا بريلات. ليه انالا بريل بالذات اللي الشركه اكتيفيته من بره؟ عشان ما احتاجش الليفر في حاجه، لان انا عارف ان هستخدمه بروت مش هيعدي على ليفر. فهمتوا حاجه؟ فمكتوب عند حضرتك انالا بريل الاونلي ايس انهبيتور الصالح ولا اللي بيستخدم في الامرجنس. بص دي اسئله الانديكيشن بتاعت الادويه دي. قبل ما نقول الانديكيشن استسمحك نقول الادفيرس افكت، لانها هتفهمني حاجات كتير قوي في الانديكيشن. اتفضلوا قولوا لي ما تم ذكره حتى الان. نعيد تاني لو سمحتوا الربع ساعه اللي فاتت في الايس انهبيتور، قبل الايس انهبيتور مريض الهارت فيلير اتفضلوا حضراتكم قولوا لي بعالجه بايه وايه. لازم كل شويه نعيد الاول، لازم اديله ايه ثم ايه؟ ها بديله ايه؟ ها دايليتور انطق ودايوريتك. الدايوريتك مين المستخدم؟ اللوب، ولو تعبت بحط سايزايد وبساعدها بمين؟ والدايليتور تحب تبدا بحاجه فينو او الارتيريا ولا ميكسد؟ مين الميكسد اللي حيل فيك الاس؟ تقدر تقول لي حضرتك الاس انهبيتور ازاي ميكسد؟ هو ميكسد بيفتح ارتري وفين، بس هل بيعمل دايليتيشن مره ولا مرتين؟ عن طريق الدراعين دول بيقلل حاجه وحشه ويراكم حاجه حلوه. ايه الحاجه الوحشه اللي بيقللها؟ الانجيوتنسين 2، وبيخلي مين يتراكم في دم حضرتك؟ البراديكاين. بس البراديكاين مين هتاخد منه الوش الحلو وهتاخد منه الوش الوحش في الادفيرز افكت؟ استحمله بقى، انت خدت منه الدايليتيشن، استحمل الكحه والحساسيه كويس. تقدر تقول لي ايه تاني تبعاته؟ انا لما منعت الانجيوتنسين 2 منعت خمس خطوات مهببه، اللي هي خطوه الفازوكونستريكشن وخطوه النور ابنفرين وخطوه الالدوستينو اللي بيعمل لي خطوتين في قلبي وكليتي وخطوه الريمودلين. هل الدواء ده لما بيوطي الضغط معاه ريفلكس تاكيكاردي؟ وبالتالي ممكن تقع من طولك وده هيظهر في الادفيرز افكت. الدواء ده حلو جدا على مرضى الكلى، حلو جدا على مرضى الكلى خاصه مريض الديابيتس. طب ما تيجي نكتب قاعده، مريض الديابيتس هو مريض كلى حتى يثبت العكس. قلت لكم زمان ان مريض الثايرويد هو مريض قلب حتى يثبت العكس، قلت لكم دي ولا؟ قلناها والله. مش كنا بنقول ان مريض الثايرويد بيبقى فاكرين ام كلثوم كانت بتموت بقلبها؟ مش ام كلثوم ماتت بايه؟ بالثايرويد ولا بالقلب؟ الثايرويد بيخبط القلب، الديابيتس بيخبط الكيدني، وهعرفك ازاي دلوقتي. فحضرتك مريض الديابيتس لو ما لحقتوش هيجيب لك الكلى على الارض. فعشان كده دايما بنربط الكيدني بالديابيتس وهنشرحها ليه ان شاء الله. نكمل. ايه بقى المشاكل بتاعه هذا الدواء؟ استنى بس، المنبر مين يا عم؟ اول عيله ظهرت فيه كانت مين؟ الكابتوبريل. ده يعتبر البرودراج، دواء بيتكسر كتير، بيتاخد 3 مرات في اليوم، معلوش كلام تاني. اللايسينوبريل انترستنج جدا لانه بينفع في الليفر ديزيز ودراج، بس بيتاخد وانس بير داي. المجموعه اللي في النص انا مش عايزك تحفظها، على الاقل تعرفي الفوسين والاناله. الفوسين هتفتكره بايه في الامتحان؟
انه بيشوف له سكه ثانيه بالبلدي، بيشوف له سكه ثانيه يخرج بيها. اللي نال ابريل هتفتكره بالاي تي، انه اكتف على طول، لانه الوحيد اللي عايزين ناخده فيهم اي في، لانه الوحيد اللي بيسعفني في الامرجنسي. بس الحمد لله كلمة كابتوبريل هناخدها مع بعض ونعمل منها الادفيرسيتي. السي فور اي كاب بروب ريل امسكوا معاك سي فور اي سي فور كحه صح؟ سي فور كحه كافي طيب الكحه دي بتحصل ليه يا فندم؟ ايوه والكحه دي بتبقى دراي وبرزيستنت وكومن وبتحصل في 30% من الزباين. بس هي بتحصل ليه على فكره؟ يعني مش من اول تاخد يعني بعد يومين ثلاثه كده حلو؟ ايه؟ يبتدي يحصل لك انجيوديم يا سطري يا طهر شايفينها بصوا على بس شايفين الراجل لسانه بيتنفخ قد ايه؟ عارفين يعني ايه انجيوديم؟ يعني حساسيه مفرطه. حساسيه مفرطه جايه من ماده مين؟ ما هو البراديكاينين ده هيستامين. هيستامين ده بيعمل لك اديما. الاديما دي بتصيب اللسان وبتصيب البيري اوربيتال وبتصيب اللارينكس وبتصيب اليوفيلا. هي لير لكنها فيتال لو حصلت. هي رير مش كومن زي الكحه، لكن الانجيوديما ممكن تموت باختناق لانها بتعمل لي لارينجال اديما، تلاقي العيان جاله سفوكيشن. الكلام ده جاي من ورا مين؟ سمعوني، من زياده مين؟ مش انت فرحت بالدايلاتيشن لازم تاخد بقى الثمن. طيب يبقى الانجيوديما حلو. فاكرين حضراتكم ان الادويه دي خطر على البريجنسي صح؟ قلت لك لك هو وابن عمه اللي هو العرب كمان هو خطر جدا على الحمل. ليه؟ لانه تراتوجينيك وكمان فيتو توكسيك. يعني ايه يا فندم كلمه تراتوجينيك؟ يعني ايه كلمه فيتو توكسيك؟ تراتوجينيك يعني الطفل بيكون ظاهريا وحش لكنه باطنيا سليم. يعني الطفل تبقى الاورجن عنده زي الفل بس عنده كليفت ليب. الطفل الاورجن عنده زي الفل بس عنده صباع زياده. وبالتالي ده اسمه تراتوجين. لكن فيتو توكسيك الادويه دي بتعدي بلاسينتا والادويه دي بتوطي الضغط جامد. يعني الطفل اللي بطن امه ما عندوش ضغط ممكن تفطسه البطنات. مش الادويه دي بتعمل سيفير هايبوتنشن وبتعمل هايبو بشر هايبوتنشن؟ فتلاقي الطفل الصغير هو بيعمل شقلباص جوه بطن مامته جاله بشر هايبوتنشن وسكسك مش عمال يلف في الميه ولفه من دول ما يطلعش منها عمال يلعب. طيب كمل. اذا كنت انت بتسجد وبتركع بتدور مش حلو عمال يلف 14 ساعه فيفقس الضوء فده كده يبقى فيه توكسي. ممكن اكمل؟ طيب تي تيست ديستربنس يعني ايه تيست ديستربنس؟ الناس دي من الاخر طفقت حاسه التذرر. يا ساتر يا رب يعني ما دوقش المحشي واعرف انه محشي. لا طبعا يا راجل المشكله كده ازاي؟ يعني ده حاجه مهمه. طب انا ممكن فتقول لك اللي بيتكلم تقول لك بيعمل حاجه اسمها ميتاليك تيست. ايه الميتاليك تيست ده؟ طعم المعادن. ليه يا عم احنا بناكل معادن؟ لا ما هو كلمه ميتاليك تيست دي بتتقال لو انت حطيت مفتاح في بقك. ليه وانا احط مفتاح في بقي ليه اصلا؟ استغفر الله العظيم يا رب. جرب كده حط مفتاح في بقك هتلاقيه بيطلع ماده على لسانك تيجي تاكل بعد كده. انتوا عملتوها قبل كده؟ الفراغ بقى بيعمل اكتر من كده. ممكن تحط رجل الكرسي في بقك تقعد تنص فيه. فالمهم عشان كده هو اتأثر. المهم اعتقد بعد كده بعد ما تخلص رجل الكرسي اللي انت قاعد عليها لو كلت اي حاجه بعد كده مش هتحس لها بطعم صح؟ هو الدكتور عادي هو ده الشعور اللي يقول لي يعني من الاخر لو دي حاجه احنا بقى بتحصل لنا لو انت كلت شوكولاته وبعدين حد عزمك على عصير هيحصل ايه؟ مش هتحس بطعم العصير لان الشوكولاته بتغطي السكر اللي فيها تيست بد بتاعها. المركب ده بيطلع منه مواد بتغطي التيست بد فتقعد فتره ما تحسش بطعم الحاجه. يقولوا بعد فتره التيست بد كلها بتتدمر فساعتك تعاني من الحكايه دي. تحس دايما ان طعم الاكل ماسخ. طيب ايه تاني؟ حرف لو
هي مش عارف اعملها ازاي. بس هو عاده العيان لما بيجي يقول لك يا دكتور انا اول قرص خدته شعرت بيه، هو اول قرص بيعمل ايه في الضغط؟ بيوطي لي هايبوتنشن بس ولا بوشر كمان؟ هل معاه ريفلكس تاكيكاردي؟ طيب فيجي يقول لك يا دكتور انا الاسبوع اللي فات اول قرص خدته اغمى عليه، فحرف الاو دي ممكن نخليها اغمى على العيان. تمشي يعني اغمى عليه صح؟ العيان اغمى عليه ليه؟ سمعوني اللي حصل له هي ماده سمعوني فيرست دوز هايبوتنشن. هو ليه بيحصل له اغمى عليه؟ ليه بيحصل له اغمى عليه؟ عشان معاه ريفلكس تاكيكارديا ولا معهوش ريفلكس؟ ردوا عليا معهوش ريفلكس تاكيكارديا. حلو حلو مكمل. الدواء ده ممكن يتغابى، معلش انا بخلي دي بقى سمول، ويعمل لك بول مارو ديبريشن. يا ستار يا رب طبعا ايديوسينكراتيك، ما انتوا عارفين بنطلع منها على طول هنغلب يعني. ايديوسينكراتيك مش عارفين ليه؟ هم مش عارفين اعرف. ممكن يعمل عند بعض الناس بول مارو ديبريشن، ودي طبعا بتبقى سيريس رياكشن صح؟ هتجد فيه ثرومبوسايتوبين، هتجد فياق يقول لك لا يا عم وقف الدواء، شوف حاجه ثانيه. الصوت الدواء ده يعمل رينال اسمع بقى فيلي. يا دي المصيبه يا عم، انت بتضحك عليه مش انت لسه في الادفانتج كاتبين ان هو رينو ايه؟ حد واخد باله يا جماعه؟ مش احنا كنا لسه بنقول في الادفانتج في رقم 3 والله ده الصفحه لسه ما قلبناهاش، كنا بنقول في رقم 3 ان الدواء ده رينو ايه؟ بروتكتيف. هو الغدر للدرجات دي تقول لي رينو بروتكتيف في الصفحه اللي فاتت، وتقلب الصفحه تقول لي بيعمل رينال فيلي، انت فاكرنا عبط؟ طب بول مارو وفوتناها لك، وقلنا ايديوسينكراتيك. اطلع بقى من مين؟ ازاي هو بروتكتيف وفي نفس الوقت بيعمل فشل في الكلى؟ اظن دي محتاجه تفسير كبير. وهل كل الناس بيحصل لهم هنا الفيلير ولا ناس وناس؟ اكيد ناس معينه. كمل كابتو بريل. الدواء ده بيعمل ايتشي وحساسيه وقرف. كل الكلام ده جاي منين؟ الايتشنج والحساسيه والمشاكل دي جايه لي مين؟ سامعوني جايه لي البراديفاين. الدواء ده يا فندم بيخليك تحتفظ بالملح ولا تفقد ملح؟ مش انت مانع الالوسيون فانت بتقص الصوديوم، ولما بتفقد الصوديوم ده بيؤدي الى انك تحبس مين او تحبس مين؟ دي الادفيرسيتي. هنبتدي نفسر الحاجات الشاذه اللي فيهم. يبقى تقسيمه الادفيرس افكت سي 4 ايه يا فندم؟ سامعوني ها، السي 4 كحه. الكحه دي بتبقى عاديه ولا دراي؟ ما فيهاش بلغم لانها حساسيه، ما فيش انفكشن يعني ما فيش ميكروبات ما فيش بلغم، بتبقى بريزيستنت ودراي، وبتبقى في 30% من العيانين. وبتحصل ليه ترقني الايه؟ قلت لك بيعمل اعراض من الحساسيه زي الانجيوديما فوق زي الايتشنج تحت. بس الانجيوديما دي واضح انها المرحله المتقدمه من الحساسيه اللي ممكن تؤدي الى سفوكيشن، يعني ما تحصلش كتير بس هي للاسف ممكن تبقى رير. اه بس ممكن تبقى فيتل. وعلى فكره لو حصلت بتحصل على طول، يعني ممكن من اول قرص تلاقي العيان بيشتكي مش بتتاخر زي مين؟ مش احنا اتفقنا الكف بتبتدي اعراضها تبان بعد استخدامه كذا مره؟ بلاش تاخده لواحده حامل، ده انت حتى كمان بلاش واحده حامل تنام في اوضه فيها قرص اسمه كابتوبريل، يعني تحاول تطلع العلبه بره مش للدرجات دي، يعني لان هو مؤذي جدا على الحمل سواء كان تراتوجينيك او بيعمل مشاكل في التيست، بيعمل فيرست دوز هايبوتنشن يعني اورثوستاتيك هايبوتنشن يعني بتخليك يقع من طوله. ونكتب بين قوسين ان اللي كان بيعمل الحركه دي دواء واحد بس اللي هو امين قبل كده البريزوسين. ممكن يعمل بايديوسينكراتيك افكت شويه بون مارو ديبريشن. الغريب في الامر انه بيعمل رينال فيلير. اوعى تقول رينال فيلير وتسكت، ما تقوليش ولا تقربوا الصلاه، لازم تقولي بمين. انت جاي تضحك عليا، ده انت لسه بتعشمني ان الدواء ده رينو ايه اصلا؟ بروتكت. يبقى كده هيعمل القصه دي في حد معين. بيعمل لي اتشنج ولوس اوف صوديوم. نقرا الصفحه ونشرح الحاجات اللي ناقصه. هنعمل لكم الطريقه او اعمل لكم الادفيرز افكت بطريقتين، طريقه الحروف وطريقه الكتاب. نقرا طريق الاول طريقه الحروف اللي هي تحت. ايه طريقه الحروف؟ ليه تحت الكحه ها والانجيوديما والبريجنانسي والميتاليك تيست والفيرست دوز هايبوتنشن والبون مارو ديبريشن والرينال امبيرمنت والايتشنج واللوس اوف صوديوم. تعال بقى فوق شوف الكتاب مقسمها ازاي. فوق الكتاب مقسم لك المجموعه دي لحاجات موست سيريس وحاجات موست كومن
وحاجات ليس سيريس وحاجات ليس كومن. في رأي حضرتك ايه الحاجة المنيلة الموست سيريس في دول؟ حلو اقرأ. فالموست سيريس اللي ممكن تحصل لي هي الانجيوديما صح؟ وكاتب لك ان الانجيوديما ممكن تكون نتيجة زيادة برادكينين، ولو ان بصراحة مش عارفين فعطيك كويتشر مارك، يعني مش عارفين هل دي بتحصل بالانجيوديما ولا لا. الكحة معروف ان المتهم فيها برادكينين، الكحة متهم فيها فعلا راديكالين، لكن فكرة الحساسية اللي بتحصل دي مش عارفين هل الدواء نفسه فيه مركب زي الصلفة كده هو اللي عمل ولا ايه. كمل. هي بتبقى ايرلي، هي رير لكنها فيتال. طب يا ترى ايه الموست كومن اللي بتحصل في 30% من العيانين؟ كحة. ماشي. بتبقى دراي وهي بتبقى بيرزيستنت، ودي بقى كتبت فيها نتيجة براديكالين وما حطيتش كويتشر مارك لان دي مؤكدة. حد فاهم حاجة؟ الانجيوديما في احتمالات تبقى سببها كده. طيب الحاجات السيريس والحاجات الريسك كومن اللي هي بقيه التقسيمه، رينال امبيرمنت، بايلاترال، حاجات كده هنتكلم عنها، بون مارو ديبريشن، فيتو توكسيك، تراتوجينيك، حطينا الفيرست دوز هايبو تنشن، الهايبر كاليميا كريس كومن، الهايبر سنسيتيفيتي والايتشنج والميتاليك تيست. عايزين نمسك بقى الكيدني كده ونشرحها بالتفصيل. نعم أقوله؟ نعم. متلكس يعني طعم معه، يعني فلوسه تيست، أشتبها وأنت فلوسه. يلا. في عندنا عيانين يا جماعة بصوا يا جماعة اسمعوا، اقعد بقى كده خمس دقايق. يا ريت نسمع ايدي بالذات. لو عندي دي كومنز كبسول يخش فيها قفل الارتيريو، بيطلع منها افرنت. ايه يا فندم سامعوني ها؟ افرنت ارتيريو كويس. الافرنت طبعا بيعمل انفلتريشن، وبعد كده الافرنت بيستقبل. الافرنت على فكره بيحصل له بازو دايلاتيشن بمين؟ فاكرينها البروستاتين. والافرنت ليه ريسبتور لماده الانجيوتنسين 2 بتعمل فيه بازو ايه سامعوني ها؟ بروستاتين. فطبيعي عند حضرتك المادتين دول شغالين شمال ويمين بس بنسب معينه، ودي حاجه كويسه على فكره، لان حضرتك المفروض عشان تزود الفلتريشن تفتح افرنت وتقفل مين؟ يعني طبيعي ربنا عامل لنا الريفلكس ده ليه؟ عشان يدخل فلتريت كتير ويكبسه جوه الكابيلاري لفتره معينه عشان تعرف تبطل الحقن. ما الفلتريشن بيتم من هنا. فالطبيعي ايه يا فندم؟ ان حضرتك ماده البروستاجلاندين دي بتساعدك ازاي؟ ماده البروستاجلاندين بتفتح لك الافلت فتدخل فلتريت كتير، والبروستاجلاندين بتاثر بحد او باخر على الرينين اللي بيطلع لك انجيوتنسين 2 يقوم مضيق لك الافلت فتحبس لي الدنيا. كويس؟ مريض الهايبرتنشن ومريض الدايابيتس، مريض الهايبرتنشن ومريض الدايابيتس ليه بيبقوا ماسكين كده بوس وماسكين سهم وبينشنوا على كليتك وعايزين يخلصوا عليه؟ دايما مريض الهايبرتنشن لو سبناه الكليه تضرب، ودايما مريض الدايابيتس لو سبناه الكليه تضرب. ليه؟ لانه وجدنا ان المادتين دولت او العيانين دولت بيكونوا مصاحبين بزياده الانجيوتنسين 2. لما يبقى عند حضرتك الانجيوتنسين 2 اوفر اكسبريست، الفلتريت اللي هيخش عند حضرتك هيطلع بالسهل ولا انت خانقني هنا؟ الخانقه دي هتعمل ايه في الكابيلاري بريشر؟ نعم هتزود الكابيلاري بريشر فتبتدي الكابيلاري تتقطع، فساعتك تبتدي تنزل البومين وتقلب بروتين. لو حضرتك نزلت البومينوريا وبروتينوريا ابشر بفشل الكليه بعد خمس سنين. لو حضرتك البول بتاع حضرتك فيه فروس عارفين الرغاوي؟ كلنا البول بتاعنا فيه رغاوي طبيعي، لكن لو لاحظت ان الرغاوي اتصل الى ثلاث ارباع تويلت، الرغاوي دي عباره عن ادمن، الرغاوي دي عباره عن ادمن. عارفين كده البيره او البريل؟ الناس اللي بتصب بتجد الازازه نصها اصفر ونص تاني رغاوي. المنظر ده بالظبط هو منظر لينا فين؟
اللي انت بتشوفه ده عباره عن البومين. الالبومين المفروض ما ينزلش البول. فاكرين نيفروتيك سندروم لما قلت لك ما بتعرفش تصون النعمه؟ فاكرين لما قلنا ما بتعرفش تحافظ على الالبومين؟ ايه اللي خلاها ما تعرفش تحافظ على الالبومين؟ ان الكابيلاري بريشر ضربت نتيجه انك مخنوق عندك خانقه هنا. مين اللي خانقه؟ ان مين زياده؟ عشان كده بقول لك لو سمحتي مريض الدايابيتس ومريض الهايبرتنشن لو ما تعالجوش كليتهم هتضرب بسرعه جدا. مريض الدايابيتك سواء تايب 1 او تايب 2 عنده انجيوتنسين 2 عالي وهنشرح ليه. مريض الهايبرتنشن طبعا لازم الانجيوتنسين 2 يكون عنده عالي لان عنده رينين كتير وعنده ملح كتير وعنده ادوسيوم كتير. فالناس دول غلابه. لو عندك حد عنده هايبرتنشن لازم يتعالج لان عندك الافرنت مسدود. يعني انت عمال تدخل فلتريت وخانقني من هنا. وبالتالي ده بيروح فين؟ ده كل ده بيسمع في الكابيلاري هتتكسر وتتقطع وتبتدي تسرب بروتين. كده خلاص يبقى الكليه دي هتخسر. الكليه دي مش هتعرف تغسل نفسها وبالتالي لازم اعمل لك داياليسيس دي. يبقى مين اللي يفك الخنقه دي؟ رد عليا، مين احسن دواء يفك الخنقه دي؟ مين بيشتغل على الانجيوتنسين 2 بالذات؟ عشان كده بقول لك هو رينو بروتكتيف خاصه في مرضى وبين قوسين كمان مريض الهايبرتنشن. صح، هو حلو جدا في دول. انتوا عارفين دلوقتي في رساله دكتوراه انا مشرف عليها بندي الايس انهبيتور لواحد ما عندوش ضغط ولا واحد عنده هارت فيلير. كل مشكلتنا ان احنا بنديك بروتكشن من الفشل الكلوي. بقينا بندي ايس انهبيتور لمريض دايابيتس عشان نحميه من الفشل الكلوي. هتقول لي ما كده ضغطه عيوطة؟ ما انا عارف ان ضغطه عيوطة. بقينا بنستخدم الاس انهبيتور كبروتكشن للكدني من غير ما يعالج هارت فيلير. ابتدينا نطلعه بره امراض القلب وبقينا بناخده عشان نحمي امراض الكلى. يعني اي عيان دلوقتي دايابيتس احنا مطلعين توصيه ان حضرتك لو عندك سكر وضغطك سليم وقلبك سليم ممكن تاخد اس انهبيتور لمجرد حمايه ايه؟ لمجرد حمايه كليتك. بقى دواء بروفلاكسز. الكلام ده هتلاقوه مكتوب كمان سنتين ثلاثه في الكتب، لسه مش مكتوب دلوقتي. الايس انهبيتور اكتر دواء بيحمي لك كليتك وانت مش واخد بالك لان الحاجه اللي بتموت لك الكليه هو ان مين يبقى مسدود. خلي بالك من الناس دي كويس قوي. يبقى هو فعلا، ارجع بقى للسطر واقرا السطر اللي فات، هو فعلا رينو بروتكتيف. ليه؟ مكتوب عند حضرتك هو رينو بروتكتيف سبيشال ان دايابيتس وبين قوسين كمان اند، بس هناخده بالتفصيل في الهايبرتنشن تاني. بس احنا هنا بنتكلم على حاجه تانية. اكتب ليه يا فندم؟ لانه بيعمل ايه في الافرنت ارتريوم؟ مين الماده اللي خانقه الافرنت؟ فبيفكها. حلو، امال بيبوظ الكليه ازاي؟ اما انت جاي من انت تجرأ، جاي من انت تجرأ وتقول ممكن يعمل فشل كلوي ازاي يعني؟ ده انا جيت قلت لحضرتك لا نورمال ليه؟ هو اصلا نورمال مش هياخده، انا هاخده ليه في نورمال؟ انا هاخده ليه في نورمال؟ لا، ده في ناس تانية بقى ربنا ما يوريك. الناس دي عندها الانجيوتنسين 2 نعمة ازاي؟ يبقى هوري حضرتك منظر الدايابيتس ومنظر الهايبرتنشن واوريك واحد تاني. اللي انت شايفه ده اهو، بص يا بنت، اهو واضح جدا ان انا عندي هنا نوع من انواع البازولين وريستريكشن. يبقى اذا عند حضرتك هنا وجود ماده الانجيوتنسين 2 تعتبر نقطه ما مصيبه عليك. والماده دي بتزيد في مرضى مين ومين؟ سمعوني، الماده دي بتزيد في مريض مين؟ الدايابيتس ومريض الهايبر. كويس، يبقى طالما الماده دي نقطه ما على مريض الدايابيتس والهايبر تنشن يبقى شايلها نعمه. صح؟ يبقى لما اشيلها من على كتفك بريحك. طب تعالى بقى معايا نشوف واحد تاني. الواحد التاني ده اخباره ايه؟ في ناس على فكره عندهم رينو هايبرفيوجن. في ناس وسطينا، ممكن اكون انا لا سمح الله، ممكن تكون انت لا سمح الله، عندنا البايلاترال رينال ارتري ضيقين. مولودين كده. الرينال ارتري الشمال ها والرينال ارتري اليمين بايلاترال رينال ارتري ستينوزيس كونجينيتال. وبالتالي كمية الدم اللي واصلة لكلوينا كتيرة ولا قليلة؟ قليلة. يعني بص كده،
المفروض الافرنت اللي مدخل الدم للكليه يكون واسع صح؟ لا، الناس دي عندهم الافرنت اخباره ايه؟ ضيق. عندهم مرض اسمه بايلاترال رينال ارتري ستيروز. طب وبعدين؟ فتجد دايما الكليه عندهم الدم اللي وصل لها قليل جدا. فتجد دايما الكليه عماله تعيط وتقول يا رب انا حظي وحش ليه؟ ليه كل الكلاوي بيوصل لها دم كتير وانا الوحيده اللي حظي دونا عن بقيه الكلاوي يجي لي دم قليل؟ معلش، ما انت اصل عندك البايلاترال اخباره ايه؟ سمعوني ضيق. نعمل ايه عشان الكليه دي تنبسط وتشرب شويه دم حلوين عشان يحصل لها فلتريشن، يحصل لك ريفلكس غريب الشكل. ربنا هو عامل ايه الكليه دي؟ وربنا مزود لها ايه يا فندم؟ الناس دول بيبقى عندهم حاجتين، عندهم زياده في البازو ضيقه البروستا جلاندين. عشان اعمل ايه في الافرنت؟ افتح لك الافرنت اكتر من اللازم. المهم يزود لهم البازو برستريكتور انجيوتنسين 2 عشان يضيق لهم الافرنت اكتر من اللازم. هتقول لي يا دكتور ما كده ممكن الكابيلاري تتخنق، تتخنق مين يا ابني؟ ده كميه الدم اللي وصلهم كتير ولا نقط صغيره؟ نقط صغيره، هنا الدم اللي كان وصل لك كتير، انت هنا راجل نورمال. فحضرتك لو ضيقت الافرنت على واحد نورمال هتعمل ايه في الكابيلاري بريشر؟ هتزوده. الناس دي يا جماعه الدم اللي وصل لها سرسوب دم. سرسوب. فبحاول اتحايل على القانون، ازود لهم بازو دايركتور بروستاجلاندين عشان افتح الافرنت، عشان ازود الحصه المقدره ليهم من كميه الدم، واقفل لهم الافرنت عشان اخلي الحصه دي بتلف جوه البوليميري لاي اطول فتره ممكنه عن طريق زياده الانجيوتنسين 2. اذا هنا زياده الانجيوتنسين 2 حاجه نقمه ولا حاجه نعمه؟ نعمه. الانجيوتنسين 2 هنا بيحميك من ان شويه الدم اللي في الكابيلاري يسقطوا. الانجيوتنسين 2 هنا مطلوب انه يزيد، بس دي ناس معينه. الناس دي اللي بيطلق عليها لقب الهايبوبرفيوجن، دول مرضى الهايبوبرفيوجن. يعني ايه مريض الهايبوبرفيوجن؟ المريض ده ممكن يكون عنده بايلاترال رينال ارتري ستيروزس، ممكن يكون واخد لوب دايوريتك، ممكن يكون عنده نزيف في الدم. الناس دي كلها كميه الدم اللي واصله لكليتهم كتيره ولا قليله؟ اول ما الدم اللي واصل لكليتك يقل يحصل لك ريفلكس رباني، مين يفتح؟ ثاني، اول ما الدم اللي واصل الكليه تقل على طول تجد مين فتح معاك؟ الافرنت فتح والافرنت ضاق. الافرنت فتح والافرنت ضاق. الافرنت بيفتح ليه؟ عشان ادخل كميات كبيره من الفلتريت. والافرنت بيقفل ليه؟ مش بيقفل، بيضيق ليه؟ عشان الفلتريت يقعد جوه الجلوميرولاي فتره اطول. الناس دي ما ياخدوش دوائين، مين ومين؟ ما ياخدوش اسبرين. فاكرين في الكيدني في الاسبرين قلت لكم سيبوا الحته بتاعه الكيدني؟ انا بشرح نون استرويدال، لما جيت اتكلمت على الادفيرز افكت قلت لك الادفيرز افكت بتاعه الرينال سيبوها دلوقتي، هتتقال واحنا ماشيين. الناس دي لو خدت اسبرين هيحصل لهم ايه في البازو دايلاتيشن؟ هيروح، فيحصل لهم حاجه اسمها كيدني شوت داون. شويه الدم اللي كان واصل لهم مره واحده هينقطع ويجي لهم اكيوت رينال فيلير. ولو خدوا ايس انهبيتور يحصل لهم برضه الكيدني شوت داون، ان شويه الدم اللي انت كنت حابسهم جوه الجلوميرولاي هيسقطوا منك والكليه هيجي لها فشل كلوي. اذا هو مش هيعمل فشل كلوي في اي عيان، هيعمل فشل كلوي مؤقت في انهي عيانين؟ العيانين اللي عندهم هايبو برفيوجن. مين هم دول؟ الناس اللي كميه الدم اللي واصله لكلويهم كتيره ولا قليله، اللي معتمدين على عكازين. الناس دي معتمدة على ان مين فاتح ومين قافل. الافرنت فاتح والافرنت ضيق. نقرا مع بعض. ده مين حاجه؟ الكارديو ماسكولار لسه بيفتح بقه شويه بشويه، فخلي بالكم الميكانيزمات بتزيد. نقرا مع بعض. بص يا فندم، انا بتكلم في صفحه 7. بيعمل رينال امبيرمنت، بس خلي بالك بيبقى ريفيرسبل. ليه؟ هل الفشل الكلوي اللي بيحصل هنا ده بيبقى دائم؟ بتهيألي اول ما توقف الدواء كل حاجه بترجع تاني. فبطمنك بقول لك خلي بالك ان الفشل الكلوي ده بيبقى ريفيرسبل، خاصه في الناس اللي ماشيين على دايوريتك والناس اللي عندهم بايلاترال رينال ارتري ستينوزس. طب انا عايز اسال سؤال، مش انت لسه من شويه دكتور بتقول انا طبيعي مريض الهارت فيلر ببتدي بايه وبعدين احط ايه؟ مش احنا قلنا مريض الهارت فيلر ببدا بدايوريتك وبعدين احط ايس انهبيتور؟
طب ما انت لو بدات دايرتك هتعملي ايه في حجم الدم؟ مش عارف قادرين توصلوا لها ولا لا، يا صعب. لو انا بادي دايرتك هعمل ايه في حجم الدم؟ مش هعمل هايبو برفيوجن؟ معنى كده ان الناس دي طول ما هي بتاخد دايرتك مين مفتوح ومين مقفول؟ افرنت مفتوح والافرنت. لو دخلت الاس انهبيتور على طول في نفس اليوم اللي انا موقف فيه دايوريتك هعمل لك فشل كلوي. فيقول لك لو عايزه تحطي اس انهبيتور مع دايوريتك وقفي الدايوريتك لمده 24 ساعه الاول. ليه؟ لو انا باخد دايوريتك، الدايوريتك دي عامله لي ايه في حجم الدم؟ ردوا على سؤالي. مش عامله لي هايبو برفيوجن فمخليها الريفلكس ده منور ومخليها الافرنت قافل عن طريق الانجيوتنسين 2. لو انا دخلت في نفس يوم الدايوريتك باس انهبيتور البتاع المقفول ده هيفتح، فممكن تخش في اكيوت رينال انفيرت. مكتوب عند حضرتك ان الناس اللي بتاخد دايوريتك لازم توقف الدايوريتك 24 ساعه قبلها. نقف بقى كده وتقولوا لي امتى الانجيوتنسين 2 ممكن يبقى مفيد وامتى الانجيوتنسين 2 ممكن يبقى مضر. الانجيوتنسين 2 امتى يبقى نعمه؟ امتى الانجيوتنسين 2 بالنسبه لي يبقى نعمه؟ وامتى الانجيوتنسين 2 بالنسبه لي يبقى مصيبه؟ اتفضل من الرسم. مريض الهايبرتنشن ومريض الدايابيتس وجود الانجيوتنسين 2 عندهم مرحب بيه، ده هو ده اللي ممكن يخلص على الكلى. هتقولي انت خايف ليه؟ خايف لان المريض ده الفلتريشن بتاعه سليم، ما عندوش هايبو برفيوجن، كميه الدم اللي وصلت كيته كتير، فلما تدخل دم كتير وتيجي تخنقه هتبوظ لك الكابيلري. لكن انا هنا مش خايف ان اخنق الافرنت. ليه؟ ان كميه الدم اللي واصله لي اصلا كتيره ولا هايبو برفيوز. حد يلعب حد كده يتبرع. قوم يا دكتور كده ربنا يكرمك طمني. شوف انا عايز اشوف انتوا فهمتوا ولا لا. الانجيوتنسين 2 امتى يبقى وحش؟ علي صوتك كده عايز احس. الانجيوتنسين هيبقى وحش في حاله ليه بقى؟ لان الهايبرتنشن والدايابيتك نتكلم، هل العيان ده عنده مشكله في البرفيوجن؟ الدم اللي بيوصل لكيته كتير، حلو انك تدخله وتضحك عليه وتحبسه. لو دخلته وحبسته هتعمل ايه في الكابيلاري بريشر؟ هتزودها فتخرب الكلى. فيجي يقول لك الاس انهبيتور في الحاله دي ناجح جدا ورينو بروتكتيف جدا لانه بيفك الخنقه دي. لكن يا دكتوره لو سمحت حضرتك، امتى الانجيوتنسين 2 بالنسبه لي يبقى الشايه بتعلق فيها بدل ما اغرق؟ انا عايز الانجيوتنسين 2 اتعلق فيها وانا بغرق لما يكون طبيعي ولا يكون هايبو ايه؟ ليه؟ وانا لو انا هايبو برفيوزد بيبقى مين مفتوح زياده ومين مقفول زياده؟ هاجي ارد عليكي انت مش خايفه لما تقفلي الافرنت ان الكليه دي تضرب؟ ردوا عليا. هو انا خايف من ايه؟ هو الدم اللي واصل لي اصلا كتير ولا قليل؟ وبالتالي خنقي زي ما انت عايزه، مش هيحصل زياده بريشر هنا. يبقى الاس انهبيتور حضرتك هنا هيضيع لك حاجه مهمه. يبقى وجود الاس انهبيتور هنا هيفيدك ولا يضرك؟ يبقى يا جماعه الاس انهبيتور رينو بروتكتيف في كل الناس، خاصه مرضى الدايابيتس والهايبرتنشن، لكنه ممكن يؤدي الى رينال امبيرمنت يصل الى كيدني شات داون. الكيدني بيطفي نورها كانك طفيت نور الاوضه دي. في مين؟ في الناس الهايبو برفيوز. مين الناس الهايبو برفيوز؟ حادثه عربيه وفقدت 2 3 لتر، ما انت هايبو برفيوز. دايوريتك وفقدت 2 3 لتر ميه، ما انت هايبو برفيوز. بايلاترال رينا ارت، كل ده بيخلي كميه الدم رد قليله. اول ما الدم يقل اوتوماتيك ربنا يفتح الافرنت بالفازو دايريتور ويضيق. عشان كده الناس دي ممنوع ياخدوا لا اسبرين ولا ياخدوا كابتوبرين. هتلاقوا الكلام ده موجود هناك في النون ستويد. ساعتها قلت مش هشرحه دلوقتي. وبالتالي النون ستويد ممكن تعمل فشل كلوي في دول. هتقولي وانا اعرف منين؟ انا جاي لي عيان يا دكتور وضغطه عالي، انا اعرف منين ان هو هايبو برفيوز؟ ما اعرفش، ما ده كونجينيتال. هتجد العيان، ما هو اي عيان بديله دواء ضغط لازم اطلب منه وظائف كلى بعدها، او المستحب ان انت تطلب وظائف كلى قبلها. فحضرتك على ابتدي كابتوبريل وقول له اعمل لي تحليل وتعال لي بعد 3 ايام، هو هيجي لك لانه والله مش هينزل. انتوا عارفين يعني ايه اعمل كيدني شات داون؟ يعني الكيدني مش هتنزل بول. العيان ده هيعدي 24 ساعه ما يخشش الحمام ولا مره. العيان ده ممكن وزنه يزيد في اليوم 2 3 كيلو لانه بيحبس ايه جوه جسمه؟ ميه ما بتنزلش. فهو جاي لك جاي. العيان اللي بيجي له سادن امبيرمنت بالاسبرين او بالكابتوبريل بيجي لك ما بينزلش بول، ما بينزلش بول. فاهمين كلامي ولا؟ طيب اهو والله مكتوبه اهي تحت خالص في صفحه 7. اقرا في صفحه 7 تو افويد. ها ها تو افويد، اتفضل، تو افويد الرينال شوت داون. ايه هي كلمه رينال شوت داون؟ اكيوت رينال فيلير. الدنيا بتطفي،
في مين؟ اقرا معايا يا جماعه. في الناس اللي عندهم بايلاترال ايه رينا ارتستينوزس، والناس اللي ماشيين على دايوريتك. يا جماعه اللي عايز يحط دايليتور ورا دايوريتك لازم الدايوريتك تكون واقفه قبلها بيوم، صح؟ لانك هتخش على عيان الافرنت عنده مقفول. ايه اللي بالصفحه بس؟ ايه العرب؟ فاضل قد ايه على الصلاه؟ تلت ساعه. طيب في التلت ساعه دي ناخد خمس دقايق نراجع الاس انهيبيتور ونرجع بعد الصلاه ناخد العرب. اوكي ممكن اسال وتردوا عليا من اول مود اوف اكشن للادفانتج للممبر. طيب المود اوف اكشن بتاع الدواء ده، الدواء ده بيشتغل ازاي؟ حاولوا تتكلموا عشان تراجعوا معلوماتكم. الدواء ده بيشتغل عن طريق بيمنع تحويل مين لمين، وفي نفس الوقت بيمنع تكسير مين، فبالتالي بقلل ماده الانجيوتنسين 2 وبزود ماده البراديكال. ده بيؤدي ذاته الى دبل دايليتيشن وميكس دايليتيشن، وجميل جدا في الهارت فيلر انه بيشيل بري لود وبيشيل افتر لود، وكمان ما بيعملش ريفلكس يا فندم تاكي كارديو ولا بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن، وكمان رينو بروتكتيف سبيشالي في مرضى دايابيتيك والهايبرتنسيف اللي عندهم الانجيوتنسين خانق الافرنت. وصلت؟ طيب خلي بالك الاسماء سهله محتاجه حفظ فقط، الكابتوبريل والعيله الثانيه. ما تنساش اللايسينوبريل ينفع في الليفر، بقيه المجموعات ما تنفعش في الليفر. الانالابريل ما اقدرش ادهولك لان هضطر ادهولك حقن مش هيبقى شغال، لازم ادهولك انالابريلات. الفوسينوبريل لو كليتك خربانه خله مفيش مشكله هيخرج من حته ثانيه. ما تنساش يا فندم الادفيرس افكت قلنا سي 4 كاف الاي 4 والبي 4 بريجننسي مشاكل والتي 4 تيست والاغماء اللي هي الفيرس دوز هاي بوتنشن. وعرفنا ليه؟ لان معارف فليكس تاكي كارديا معهوش فليكس تاكي معهوش فليكس تاكي كارديا. والبي الثانيه اللي هي بون مارو ديبريشن والار رينال امبيرمنت. ان مين؟ اوعى تقول ان مين؟ في مين؟ في الناس اللي عندهم هايبر. لازم تقول لي الجمله كامله. عيب ده انت لسه بتقول لي رينو بروتكتيف، عيب عليك. رينال امبيرمنت في واحد اكستنسيف دايوريتك، رينال امبيرمنت في واحد بايلاترال ايه؟ رينال ارتستينوزس. كمل الجمله. وايتشنج وكمان اللي هو فكره ان هو بيؤدي الى لوس اوف صوديوم. طيب كان فاضل عنوان في الاس انهيبيتور، استخدامات الاس انهيبيتور. فاكرينه؟ قلت هناخد الادفيرس افكت قبل ما ناخد اليوزز. انديكيشن ده. اهو يا سلام رقم اربعه نفروباسي في مين ومين؟ سواء كده او كده، ما انا قلت لك هو كده كده شغال في النورمال كمان. مش لازم تبقى دايابيتك، انا كده كده ايه اللي بيعمل لي نفروباسي؟ ان الافرنت مخنوق. انا بفك لك الخنقه يا اخي فشغال، والله لو دايابيتك يبقى بيضرب عصفورين بحجر كمان. يبقى دي حاجه سهله. هايبرتنشن طبعا. هو انت يا حبيبي لما تعملي بازو دايلاتيشن وتقللي النور ابنفرين وتقللي السولت اند ووتر ريتينشن مش هتعالج لي هايبرتنشن؟ يبقى حط صح على الهايبرتنشن. هارت فيلير طبعا. هو لو ما ده ما عليكش هارت فيلير مين يعالج؟ حد يقول لي الاس انهيبيتور دوره ايه في الهارت فيلير؟ بيشيل ايه يا فندم؟ بيشيل بري لود وبيشيل افتر لود وبيشيل الثلاث مركبات اللي ممكن يوصلوني للمورتاليتي. عشان كده انا ما كتبتش ولا كلمه في الهايبرتنشن ولا كتبت ولا كلمه في الهارت فيلر. عيب بقى ده انت تكتب فيها صفحتين ثلاثه المفروض، يعني هي مش مكتوب جنبها حاجه اصلا في الكتاب. لان انت هو ليه بيعالج هايبرتنشن؟ انت مش مانع السولت اند ووتر ريتينشن عامل لي بازو ايه؟ مش دول كافيين يا اخي في الهارت فيلر؟ ما انت عارف انه بيشيل بري لود وافتر لود وبيضيع لك الايسن، بيضيع لك برافو الالدوستيرون والانجوتنسين وكبستك على النور ابنفرين والكيدني عرفناها. اما ايه بقى المايوكارديا انفكشن؟ لا دي محتاجه بعد الصلاه، بعد الصلاه نبقى نرجع نقول لانها هتاخد لها 10 دقايق. طيب دكتور كيف بيعالج الهايبرتنشن؟ بازو دايليتور بيحبس مانع الالدوستيرون. ما تجيبوا لي بطوله الضغط ولا ايه؟ Thank you.